مساء هادي ونادي على كل حبايبنا اللي بيشوفونا حلقه جديده ستات ما يعرفوش يكذبوا. مساء الفل يا منمن. مساء الخير يا هبه. مساء الجمال. منورين الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه بقى الاهلي حديد. مساء الخير على حضراتكم الاول. مساء على حضراتكم. ان شاء الله حلقه جديده متميزه جدا جدا، وصحيح مش اخر الاسبوع لكن في مفاجآت كثيره جدا جدا. استنونا ما تروحوش في اي حد. احنا دايما عندنا مفاجآت ودايما عندنا جديد ودايما عندنا تنوع على مدار الحلقة. يعني اكاد ازعم انه اكبر برنامج مش بس في مصر، في الوطن العربي ما فيش برنامج موجود 3 ساعات ابدا. احنا بنيجي كل يوم بنقدم 3 ساعات بكل هذا الكم من التنوع علشان نقدر ان احنا نرضي كل الاذواق ونقدم لحضراتكم اكبر عدد ممكن من الفكر والتوعية والثقافة والافكار والموضوعات. ويعني بنتمنى في الاول في الاخر طبعا ان هي تنال اعجاب حضراتكم. خلونا نبدا النهارده حلقتنا وبكل تواضع. لا طبعا انا معلش انا كنت مخطوفه اول الحلقه عشان الخبطه اللي انا خدتها. خدت خبطه يا جماعه. خدت يا عيني يا هبه والله بالاحمر ده والتايجر ده. هنعمل ايه بس؟ ايه اللوك الجديد ده؟ انقذوني بتاعه ساقعه كده على ايدي قبل الهوا ب 30 ثانيه. الف سلامه عليك يا هبه. معلش المؤمن دايما من صاب يا حبيبتي. الحمد لله يا رب. معلش بتقوليها بطريقه ليه؟ والله من عين منى. من عين منى ومن عين ايمان. لا 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 والله لا ربنا. انا لابسه ازرق عشان ادي ادي الستات ادي الزملاء كل حاجه تقول لك اوعى الحسد ادى. انا ما قلتش على فكره. ما تحطوش في بالكم يا جماعه وخليها على الله ربنا الحارس. لا طبعا كله على الله، بس الحسد مذكور في القران والتحصين مذكور في القران. ربنا خلق لكل داء دواء. نعملك ايه؟ بطلي حلاوه. مش كده ولا ايه؟ الحوارات اللي بيتكلموا. بطلي حلاوه. هحاول. طب يلا نبتدي بقى توكلنا على جابري الخواطر. لا لا ده حقيقي. عندنا الخبر بقى اللي جاي هو خبر بيتكلم في السياسه برضو، بس السياسه الداخليه يعني جوه البيت. عايزين نقول ان اغلب الستات اليومين دول متوترين شويه، يمكن مع دخله مدارس ويمكن مع بدايه الخريف ويمكن في اسباب اخرى. بس هنا بقى بيجي دور الزوج في ان هو يتعامل ازاي مع مراته شديده التوتر دي. الخبراء قالوا شوية نصايح ممكن الرجالة يعملوها علشان يقللوا توتر زوجتهم، اللي أكيد مش منها خالص إنك تقولها كلمة بايخة زي هو أنت بتنكدي ليه دلوقتي؟ أنت مكبرة الموضوع ليه؟ يو طب تمام لما تهدي بقى بآجي واخد الباب في إيده ونازل. كل دي حاجات ما بتحلش، بالعكس بتزيد الأمور تعقيد وبتخلق فجوة بينك وبينها. اعرف إيه اللي موترها، حاول تخليها تتكلم وتطلع المخزون اللي جواها وتسمعها كتير، ما تتدخلش معاها في الكلام فتفضي اللي جواها، تحس ان هي استريحت نوعا ما وتشيلها لك ان انت خدت بخاطرها. مش عارف تعمل الكلام ده، خدها في حضنك وطبطب عليها. يا سيدي على فكره ما فيهاش اي حاجه، دي ثقافه مهمه جدا جدا. فكره التلامس او الحضن ده بيفرق كتير جدا، وخصوصا مع الست لما تكون في حاله التوتر الشديده لاي سبب بقى، دخلت مدارس خريف، عندها هرموناتها بايظه لاي سبب، بيبقى في اسباب، عندها مشكله بينها وبين عائلتها، عندها مشكله صحيه، اسباب كتير يعني. بس في الاول في الاخر انت اللي معاك ريموت كنترول العلاقه دي في المرحله دي. وانت قلتي كل حاجه. ايه ده بجد؟ انت قلتي انك لا تتوتري. فكره ايه بقى؟ فكره انه مش اليومين دول حس وفكر هي متوتره ليه؟ لا ده انت لازم تكون عارف، ما انت عايش معاها في البيت وعارف ان دي دخلت مدارس والست بتقلق في الوقت ده من السنه وبتشيل حمل كبير وبتودي تمارين وبتعمل سندوتشات المدرسه واللانش بوكس وبتعمل تغسل الهدوم كل الحاجات دي. تعالى قولي يا حبيبتي خلي عنك، يعني انا هودي التمارين الصبح بدري وانت نامي لك ساعه شويه عشان انت بتتعبي طول النهار. حسسها انك مقدره. احنا كنا لسه بنقول يوم تقدير المراه العالمي امبارح. كنا بنتكلم عنه او من كام خلال الاسبوع ده. خلينا نقول يعني انت مش محتاج ان هي تتكلم، لازم تكون حاسس بيها، وهو ده الحب وهي دي الموده والرحمه. طبعا متفقه معاكي ومع ايمان 100%. يمكن بس في حاجه صغيره كان في وسط الكلام ايمان بتقولها، انا يمكن يعني بتصق معاها شويه مش ضدها. فكره ان لو الدنيا فيها توتر والزوجة متوترة وانت شايف ان الكلام او وجودك وجودكم في وش بعض الفترة دي هيعمل قلق، لا خد الباب في ايدك وانزل اخرج واعمل اي مشوار، اشتري اي حاجة للبيت، اتمشى بالعربية، اتمشى على رجليك. ده بيقلل شوية حدة التوتر، لان في نصيحتين او مدرستين. في مدرسة بتقول لك ايه؟ اجري يا مجدي او خد لك ساتر بسرعة. في مدرسة بتقول لك لا ما تسيبش الستارة وماسك فيها النار لحد ما تشيط خالص. هم على حسب نوع الزوجه. ايه يا جماعه؟ كل راجل النهارده متجوز ست عارف خلاص عاشرها وبقى في بينهم وبين بعض عشره معينه وفتره من الوقت، يعرف مراته من النوع اللي لما تتوتر
يقعد يتكلم ويطمن ويريح، ولا ياخد جنب كده وايه، ولا كانه سامع ولا كانه شايف، ويسيب الدنيا تهدى. لا مش هتهدى الدنيا كده، هتتولى. والله يا منى لا، حسب. لكن لو هو حس بيها الدنيا هتتحس، انت تعيشوا حياه هاديه وجميله فيها تبادل. تختلف من ست لست، تقسيم مهام. يعني في ست لما بتشيت في الدنيا بتطلع، حتى لو بتشيت وسيبني لوحدي دلوقتي، هي نفسها جوه نفسها، لا تعالى اقعد معايا. لا في ستات على فكره، لا تختلف الستات. لا 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 يا جماعه، تحتاج دعم معنوي، دعم نفسي. في ست لما بتلاقي اللي قدامها واقف وبيتكلم وعاوز يفتح الموضوع زي الرجاله بالظبط، بتبقى حاسه ان هي خلاص منهكه مش عايزه تتكلم، فبتزيد اكتر. ده لو بيفتح موضوع، الهدف هنا ان هو يهديها، مش هو انهي راجل يا جماعه ده اللي هيقعد يطبطب ويدلع. هنا واقعيين. هو شفت النصيحه، خلينا واقعيين. يقولها طارق، عامل الست زي ما بتعامل بناتك بالظبط. حسسها ساعات يعني ان هي بنتك شويه، يعني انت ابنها مره وهي بنتك لو مره. كان راجل يعني في روتيشن في الحياه، لو كان راجل بيستحمل يعامل بنات بطريقه لطيفه برضه، بطريقه رايقه، لان في رجاله بتبقى راجعه من الشغل متعصبه، لا طايقه عيالها ولا طايقه مراتها، مع بناتها فياخد جنب بقى. اهم حاجه يا جماعه ما يكونش هو سبب توترها، ما تبقاش انت اللي طول الوقت موترها، ما تبقاش شايفها هي عندها مشكله، سواء مع العيال، مع نفسها، مع اهلها، في شغلها، وانت عندك علم بده، فتدخل انت كمان في الزيطه، تزيط وتوترها زياده وتضغط عليها زياده. طب ما هي هتفرقع في وشك وهتزعل، زي بالظبط السفنجه، تفضل تشرب ميه تشرب ميه، اول ما تضغط عليها هتقوم طقه في وشك. هنا بقى يعمل ايه؟ تجري يا مجدي على طول، خد لك ساتر وروح اقعد في اي حته لحد ما هي تهدى. الست عامله زي الشجره الجميله المثمره المزهره، فاحنا داخلين على خريف، الشجرة دي في الخريف بيحصل لها ايه؟ تبتدي تنشف شوية، تتساقط أوراقها، بس استعدادا لظهور أوراق خضراء جديدة، لموسم جديد، لنضارة جديدة، فده شيء طبيعي. هي ست زي الشجرة، كوني أنت الشجرة في البيت. اعملي شجرة. بصي اعملي شجرة. وانت كون لك دور برضو، ما انت ما تخليش الناس الشجرة. يعني كل البيت يستغنى عنك. هي بتعمل كل حاجه والولاد بيعملوا لك كل حاجه وانت يا دوب بتجيب الفلوس، ما ينفعش. خلي لك دور برضو وحس بيها، كل ما تحس وكل ما تطبطب وتقرب وتشيل عنها الحياه هتمشي، لان لازم نقسم المهام في حاجات للراجل وحاجات للست، مش كله على الست. اسمعوا كلامنا، اسمعوا كلامنا الموفق عليه جدا. خلينا نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حلقتنا. الستات ما يعرفوش يكذبوا، اوعوا تروحوا في حته. رجعنا لكم تاني، لسه مكملين حلقتنا الستات ما يعرفوش يكذبوا. النهارده 20 سبتمبر. يعني ايه 20 سبتمبر؟ يعني ذكرى وفاه الفنانه الجميله تحيه كاريوكا. تحيه كاريوكا من اشهر راقصات مصر والوطن العربي على الاطلاق. تحيه كاريوكا حصلت على اسم الشهره الخاص بيها بسبب رقصه الكاريوكا المشهوره اللي قدمتها وهي بتقوم باحد العروض سنه 1940 تحديدا، فخدت الاسم من ساعتها. تحيه كاريوكا قدمت طول مشوارها الفني 130 فيلم و25 مسلسل، ما بين مسلسلات تلفزيونيه واذاعيه، 25 مسرحيه. ومن اشهر اعمالها طبعا اللي نقدر نفتكرها في السينما صاحب العماره، رود الفرج، التعويذه، شباب امراه، يا بلد، الصبر في الملاحات، الضائعه، وكتير كتير من الافلام، مش هقدر طبعا اعد كل الافلام. مسيره حافله ومشوار طويل، اعمال كلنا لسه فاكرينها، كلنا لسه بنحبها. رحلت الفنانه تحيه كاريوكا في 20 سبتمبر 1999، كان على اثر اصابتها بالتهاب رئوي حاد ادى الى ضيق في التنفس. تعالوا نشوف تقرير صغير عن الفنانه الجميله تحيه كاريوكا ونرجع تاني نكمل حلقتنا. يا حلاوتي والنبي مليكي عليا حلفان، ده انا مخلفه احلام وانا عندي 11 سنه. يا ست تعبانه ليه النهارده يا ست؟ اصلي بحب. بتحب مين؟ الست والدتك. بتحبني؟ ألف مرة. أحب عينيك، يخرب بيت عينيك. صحتين وعافية على بدنك يا سلمى. خوفتني، رعشتني، اتنفسي هعمل طول. سايبك الطيب الضعيف يقول كده لشجرة الدر.
رحم الله الفنانة الرائعة القديرة تحية كاريوكا بأعمالها اللي لسه ما زالت موجودة خالدة في ذكرياتنا وفي وجداننا وفي ذاكرة السينما والدراما المصرية والمسرح طبعا. هنروح لخبر مهم قوي بيقول لك ان الناس كلها بتتغير مزاجها مع تغير الفصول، وده طبعا شيء واضح، واضح ان في اجماع على كده، وان الناس بتبدا ان هي تدخل في حاله حزن وكآبه مع بدايه فصل الخريف، اللي هي فكره الشجره اللي انا قلت عليها من شويه. هنا الخبراء قالوا ان الموضوع ده اسمه الاضطراب العاطفي الموسمي. الاضطراب ده بيكون اكتر حده من كآبه الشتاء اللي في ناس كتير فعلا بتعاني منها. في بعض المتخصصين قالوا الكلام ده، وكمان قالوا ان بتظهر اعراضه في صعوبه ان احنا نصحى بدري، بنصحى مكسلين قوي، مزاجنا مش حلو، تلاقي مستوى الطاقه عندنا في ادنى مستوياته، بنميل ان احنا ناكل كتير قوي، بالاضافه لوجود اعراض انسحاب، يعني الناس بترفض او بتقلل المشاركه مع الناس سواء في المناسبات الاجتماعيه، المناسبات العائليه، اي اطار تجمعات ما بنروحش، مكسلين، مش عاوزين، قافشين، حاجات كتير قوي. فاكيد انه ده ممكن ناس كتير بتحسه، ما اعرفش البنات بتحسه ولا ايه. وفي نوستالجيا في الموضوع كده من واحنا صغيرين مع موضوع سبتمبر وبدايه الخريف ودخول المدارس، فنبقى خارجين من الاجازه والانطلاق والصحيان براحتنا، نلاقي نفسنا داخلين على المدرسه والصحيان بدري، والبرتقانه ابو سره اللي هو بريحته المعهوده، عارفين الاحساس ده. فاحنا صغيرين ما كناش يمكن بنحس قوي موضوع تغيير الفصول والمدرسه وحشانه. لما بنكبر ما عرفش ايه اللي بيحصل، هل الموضوع ليه علاقه بالتغيرات الهرمونيه، هل ليه علاقه مثلا بكيمياء المخ، هل ليه علاقه بالمسؤوليات اللي بتزيد، فمثلا دخول المدارس مع المصاريف مع الحاجات دي مش عارفه. بس هو فعلا في مود بيختلف من الفصل ده للفصل ده، هو اكيد بيختلف. وكمان انت بتبقي مش عارفه تلبسي شتوي ولا صيفي، طب اشيل الصيفي ولا اخلي جاكيتتين مش عارفه ايه. والله مش ده اللي مزعلني، ده اللي بيخلينا نتغير، بيخلينا نرتبك شويه. بس انا بشوف ان مش كل الناس بترتبك في الخريف او بيحصل لها الحاله النفسيه دي، زي ما بيقول البوست يعني مع بدايه الخريف بنقع في اضطراب عاطفي موسمي. احنا نقدر نبقى طاقه ايجابيه على طول على فكره، يعني كلنا على فكره ممكن لحد بيشوفني وانت كده على طول بتدعي، لا انا بحاول اكون ايجابيه حتى لما بقع زي اي بني ادم وبحس ان انا ما عنديش طاقه، لا ابتدي احاول امشي، اتك على بضحك على نفسي ساعات اقول ايه انا هطلع امشي 5 دقايق ولما عجبنيش المشي هرجع، الاقي نفسي جالي تليفون في تليفون بالسماعه بسمه مزيكا بتاع مشيت عدت، اخلي اقابل الناس، اقعد مع الناس اللي بتديني طاقه ايجابيه، اكل الاكل اللي ما بياخدش مني طاقه، في اكل مثلا تقيل قوي بياخد منك طاقه تبقى عايز موخم عايز تنام كتير قوي، لكن لما بناكل خضروات كتير زي ما الدكاتره دايما بيقولوا وفاكهه كتير ممكن ما تاخدش مننا طاقه، فاحنا نحاول نساعد نفسنا شويه ونجيب الطاقه. هو عموما الشتاء بيحب الاكل عموما، بس احنا لازم نسيطر ونشوف ايه اللي بيدخل بقنا الاول، لانه بعد كده يعني الحاجات دي كلها بعد في نهايه الشتاء بندخل على الصيف، بس نلبس لبس خريف لبس خفيف شويه فهتبتدي بقى المشاكل الشتاء تبان. فجميل اللي عايز ياكل ياكل، بس ناكل حاجات مفيده، سلطه، خضار، الشتاء يحب المحشي. انت تسكتي خالص، الزميله كانت ايمان الزميله كانت جايبه لنا رز بلبن متفرقوا علينا، ما شفتش انا راح اول ما حصلش انت بتدوقي حاجه، شفتي انت بتخافي تدوقي اللقمه في المطبخ. هو ده يا هبه بالظبط. هي بصي انت قلتي بتخافي تدوقي اللقمه في المطبخ، ليه؟ لان انا عامله لنفسي ميعاد وعامله لنفسي خلاص، هي المساله مساله اراده. بس نرجع تاني لموضوع كآبه الشتاء والتقلبات العاطفيه. البني ادم مخلوق من طين اصلا، هو من نفس طبيعه الكوكب اللي احنا عايشين عليه، وبالتالي نفس طبيعه الاشجار والنباتات اللي حوالينا هتلاقينا احنا كمان بنتاثر بنفس الشكل، زي ما في كائنات كتيره جدا على سطح هذا الكوكب بتلاقي سلوكياتها اختلفت مع تنوع واختلاف الفصول. في ناس بتعمل اسمه ايه بيات شتوي، في ناس بتطلع تهاجر، في كائنات بتطلع. انا عايز اقول حاجه غريبه شويه، يعني اغلب الناس فعلا تحسيهم ان هم مع دخول الشتاء يبقوا عندهم المودز البلوز بقى اللي بيسموها المود اللي هو اكتئاب شويه. انا عكس الناس كلها، او انا وناس غيري مش انا بس، انا يجي الصيف احس بالزهق واحس ان انا مفتقده الشتاء، والكسل بقى كله يجي لي في الصيف. انا بجد. في الشتاء ودخلت سبتمبر انت بتحبي الشتاء يعني اكتر، واروح الجيم اكتر وابقى عايزه اخلص كل اللي ورايا وابقى منفتحه جدا للحياه. يعني احنا لما نيجي نكلمك دلوقتي نكلمك في انهي فصل عشان ابقى فاهمه؟ فصل ثانيه ثالث اول. لكن في مثلا حاجه كمان مهمه في موضوع الفصول اللي هو يعني التغيرات بقى والمناخيه والهرمونيه وكده، عايزين مره نعمل فقره ونجيب حد من الدكاتره المتخصصين على فكره في علم النفس يكلمونا عن تغيرات المناخيه
والمزاجيه في نفس الوقت. السعاده الاسبوع اللي جاي يا استاذ محمد علاقة اللي بتكرري خلاص الاسبوع اللي جاي ما تجيبوش الموضوع يا جماعه في الخريف وتلزقوه يعني انت صاحي عايزه تنكدي على البيت هسألكو كله. هسالكوا سؤال، لو القهوه بتاعتك مش مظبوطه هتنكدي على البيت. هسالكوا سؤال، في علم اسمه اكتئاب الفصول؟ اه ما احنا عايزين بقى نجيب اهل العلم. احنا بقى احنا لا ما عندناش الكلام ده، احنا ضد العلم ده. الفكره بتاعه ان حد يبقى يقول لك انا ما بقعد لوحدي كتير بحس بغربه او بحس بملل او ما مش عارفه ايه، وفي ناس تقول لك انا وسط الناس بحس بغربه يعني بزعل او بحزن، ولما بقعد لوحدي بحس بونس. ده برضو مش نفس لا دي مشكله نفسيه. ده شخص كئيبته للسنة على فكره. لا ده هو بيميل للعزله، هو شخص بيميل للعزله، عنده مشكله نفسيه حقيقيه في التواصل مع المجتمع. انا بستغربهم جدا صح، وده بيبقى انا بشوفها اللي مش قادر يتواصل مع المجتمع بشكل جيد هو ده احد اشكال الاعاقه النفسيه، هو معاق نفسيا فلازم يدور على المشكله فين ويبتدي يحلها. فكره قبول الاخر، هل انا مش قابل المجتمع ده عشان هو بيجيب لي اذى؟ هل عشان انا ما عنديش ثقه في نفسي كفايه اقدر اواجه بيها المجتمع مثلا؟ بصوا برضو عشان ما نظلمش بعض، في ناس بيبقى عندهم فعلا مشكله نفسيه ومش قادرين يتعاملوا مع البشر. في برضو نوع من انواع اللي هم مثلا اهل التصوف واهل الليل يحبوا يبقوا في عزله اكتر او يبقوا في ونس مع الناس. بس لسه بقى مبتسم وسامح كده معاكي. انا بشوفهم منهم كده بيتغافل عن هفوات الاخرين. التلفزيون شغال والكاسيت شغال والدنيا لطيفه جدا، اول ما يبقى حواليها ناس تلاقي الناس دي على طول وشها قتن كده وعايزه ترجع تاني تخش اوضتها زي القوقعه. وفي ساعات الناس بتعمل ده بتتقوقع شويه كشكل من اشكال العزله المؤقتة في استراحة محارب. لا ده يعني هو مفرهد وعايز يستريح عايز يشحن عايز يحس نفسه عايز يحب نفسه عايز يشحن بالظبط، عايز يطبطب على روحه كده ويظبط نفسه، عايز يعيط شويه مع نفسه جوه ويطلع برنس بعد كده كأن مفيش حاجه حصلت عادي. بس المغالاه في الشيء هي اللي وحشه. دايما الدكاتره يقولوا لو انت ابتديت تعتزل الناس ومش عارف تعمل شغلك مش عارف تبقى سعيد ومش عارف تجيب طاقه يبقى انت في حاجه غلط. ولا تهايبر طول الوقت برضه، خير الامور الوسط. يعني في ناس برضه ما بتقعدش في بيتها من ايفنت لايفنت الشغل للمشاوير، لا ما هو برضه ايه دول ان هم في ما شاء الله دينامو في ظهرهم مركبينه في جوه الشنطه، لا ما هو برضه خير الامور الوسط يعني واحده واحده كده. لا بس اذا كانت طاقه فيها عمل وفيها اداء يعني انت لازم شخص ايجابي مش تبقي مريضه خالص، لكن ان هو على طول اعتزل الدنيا والاكتئاب ده او الاعتكاف ده لا يمكن تقولي ان انت على صله باي دين طبعا بربك كده وقاعد بتكلم نفسك وبتختلي بالله سبحانه وتعالى وتلاقي نفسك وحش مع الناس. لا لازم تبقى صافي ومش شايل حاجه من حد والحاجات بتخلق سكينه ويقين في ربنا سبحانه وتعالى انه مهما كان في مشكله بالزبط. اكيد انه فيها حل مش هيجي بعدها هيجي معاها لانه مع العسر يسر. النهارده واحنا في العسر حالا دلوقتي بيتدبر لي اليسر عند ربنا في علم الغيب صحيح. اللي هيجي يسندني في لحظة ما ربنا هو اللي كاتبها. زي ما قلنا خلق الداء والدواء، خلق العسر واليسر، خلق كل حاجة وعلاجها طبعا خلق حتى لو زي ما قلتي الناس اللي بتقرب من ربنا بتلاقيها منى كمان. يبقى العيب مش في الخير، تلاقي أخلاقهم حلوة، تلاقي طاقتهم حلوة، تلاقي رضاهم سهل وقريب، يخرجوا من الاكتئاب بسهولة. مش يعني طبعا في منهم احنا قلنا الاكتئاب ده مرض ملوش علاقة بالتدين يعني الدكاترة اللي قالوه، بس بتلاقي عندهم يمكن الحافز للخروج من الوقعة اللي هم فيها اعلى او اسرع. بصي يا هبه، مشكله الناس بعض الناس ان هي بتذل نفسها حقيقي. الكلمه انا عارفه انها قاسيه وجامده شويه، يعني ايه؟ يعني هو ما حدش عمل فيه كده، هو عمل كده في نفسه ان هو ربط نفسه من رقبته في عدد لا نهائي من الالتزامات والمسؤوليات مع عدد لا نهائي من الاشخاص، وهو خلاص ادى وعد وادى كلمه للناس ان هو مسؤول عن ده وهيحل ده فلان مشكلته وهيشغل ده وهيوضب هنا وهيشتغل هنا ويخلص اللي عليه وهتعمل في البيت كذا واهلها اصل طالبين منها. فتبص تلاقي نفسها هي ربطت نفسها من رقبتها بحاجات كتير قوي. ما بقولش ان احنا نتخلى عن مسؤولياتنا ونتخاذل عنها، لكن ما ناخدش مسؤوليه اكبر مننا ونيجي في لحظه لما يبقى خلقنا ضيق ودمعتنا هنا وعلى اتفه كلمه ممكن بننفجر، يبقى احنا كده وصلنا لمنطقه يعني خطر على نفسنا. حب نفسك الاول وادي للناس الفايض من طاقتك والفايض من وقتك، مش من الاصل، ما تاخدش من الاصل، ادي من الفايض دايما عشان تقدر دايما مليان جواك. عايز اسالكوا سؤال، انتوا الاثنين جاوبوني، مين فيكم مشهور يعني وسط الصحاب او الاهل ان هو اجدع واحد يدي مواعيد في خروجاته وما يروحش؟ انت. لا انا بس الله اغشك يعني اضحك عليكي عشان انا بعمل تعمليه ما عنديش طاقه ما جاملش في حاجات خروجه يعني مش واجب اجتماعي مش مثلا عزا لا قدر الله
انما انا وعايز اقول لك بقى اصحابي اللي انا بقدرهم جدا ما بيزعلوش، لان انت المفروض تقدر صحابك. هو لو واجب لازم تعمليه، ملتزمين بالخروجه يعني كلكم؟ لا 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 خالص خالص، انا حسب ما انا كل يوم عيب ان الواحد يعتزل لو مش بيزعلوش مني. انا واخده اوسكار فيها دي. ما ده ده شيء طبيعي، هو ده الصح اللي احنا بنتكلم عليه يا هبه. احنا عندنا النهارده فقرات لطيفه جدا جدا، هنبتدي بفقرتنا الاولى اكسلانس الجلديه والتجميل. دكتور عاصم فرج هيكلمنا عن مشاكل الشعر، مشاكل البشره، خصوصا ان احنا في فصل الخريف، يعني فصل فيه شويه جفاف الى حد ما، والبشره اوريدي طالعه مفرهده من الصيف وداخلين على شتاء، يعني في جفاف اكتر، ازاي هنقدر نتعامل؟ والبشره والشعر الحقيقه الاثنين ما بيتجزؤوش من بعض، الاثنين حاجه واحده، ومعاملتهم الاثنين لازم تتم بمنتهى العنايه وخصوصا في التوقيت ده. ان شاء الله ينورنا دكتور عاصم ويرد على اسئله حضراتكم واسئلتنا كمان على الصفحه. دكتور ايهاب عيد استاذ الطب السلوكي بجامعه عين شمس هينورنا في الفقره الثانيه وهيكلمنا عن التاهيل النفسي للطفل، استعداد للدخول المدارس، ونبي ادينا تاهيل للامهات كمان مش الاطفال بس. صحيح. هيعملوا ايه في الشيله دي؟ صح يا منى. وفقرتنا قبل الاخيره هيكون نجمنا فيها ضيفنا بعد تالقه في حفل افتتاح ملتقى اولادنا الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصه، الفنان صاحب رفقا مولاتي رفقا اني اتنفس عشقا مجد القاسم في ضيافتنا النهارده. الستات ما يعرفوش يكذبوا، فقرتنا قبل الاخيره اوعوا تروحوا في اي حته. وحشنا مجد القاسم وهنستمتع بغنى النهارده. شوف هو مش اخر الاسبوع بس في هيصه وزمبليطه في الصالون جامده، وعامل كان اغنيه كمان في الحفله دي خاصه جدا لذوي الاحتياجات الخاصه، هنساله بقى في كل حاجه طبعا. وهينورنا ان شاء الله. وطبعا في الاخر طبعا مايسترو المطبخ الشيف العالمي محمود سعد عامل لنا النهارده بطانسة ليه وبقسماط وجبنه، هنعمل جبنه في البيت. طب كويس. وكريمه التونه هي فكره حلوه، كانت بتتجاب في بتاعه كده انابيب وبتاع بتبقى غاليه قوي، كريمه التونه دي ممكن نعملها في البيت بسهوله ازاي، ودي طبعا لطيفه وسهله في الفرد، اكيد الاولاد هيحبوها كتير. وباك تو سكول برده. يلا بينا هنروح لفاصل ونرجع بعده نكمل بقيه فقراتنا النهارده. الستات ما يعرفوش الجبنه. النهارده وزي كل اسبوع معادنا مع اكسلانس الجلديه والتجميل دكتور عاصم فرج. موضوع فقره النهارده مشاكل الشعر والبشره، واحنا ورانا ايه؟ الست ليها ايه غير شعرها وبشرتها؟ بس المشكله ان الستات طالعه من الصيف بشرتها مفرهده من الشمس، شعرها مفرهد من الشمس، وكمان داخله على الخريف يعني جفاف شويه كمان، وهندخل بقى على الشتاء. هو بقى يعني ربنا يستر، ما احنا بنامن من دلوقتي دخله الشتاء. دكتور عاصم منورنا. اهلا بيكم، انتم متنورين الدنيا. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور عاصم، منورنا الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. حلوه تركيا جدا جدا. قلنا معاك يا دكتور المره الجايه نروح شله. طيب هنا انت عندك تيالي في سؤال كنت عندنا اسئله الجمهور نبدا بيها. نبدا بالجمهور الاول. طيب نعمل مراجعه زي كل حلقه. طيب ايمن شوقي بيقول عندي في ظهر ايديا نمش او جلد بني بيتراوح قطره من 1 مللي ل 2 مللي، السن 51 سنه. شوفوا هل ده سؤال مهم؟ احنا مبسوطين بدقه طريق السؤال. ده قال لك مقاسها، قال لك عنده 51 سنه، قال لك في ظهر ايده، ديت نوع من انواع النمش، نوع من انواع النمش. وفي 51 سنه يظهر النمش؟ لا ده هو يفرق انه في 51 سنه بقى له قد ايه. يعني ما قالش انه 18 12 حاجات كده. انما ده مهم قوي قوي ان احنا هنستخدم له، بنقول له اوعى ما تحطش صن سكرين اللي هو بيزيل اللون. فاحنا هنحط له ايه؟ يعني هنختار له حمايه وبيزيل اللون اللي طالع في منه. فوتو ديرم سبوت هنحطه. الفوتو ديرم سبوت ده بالذات هيخلي دول ما يطلعوش تاني، حتى ما يقلقش ابدا. هو مش قلقان من الشكل، هو قلقان من اللي احسن يكونوا حاجه من الحاجات اللي بتقلب. فاحنا يعني انا ما اعرفوش بس من طريق السؤال بفهم يعني ده نقول له ما تقلقش. سبوت هيبقى علاج ويكملوا لحد قد ايه يا دكتور؟ ده ما يوقفوش. ده يا عم ايمن انت ده هتاخده في الصيف، هتزود الفوتو ديرم سبوت، هتخليه ان شاء الله مرتين في اليوم قبل ما ينزل، اعمل كده قبل ما تروح البحر، قبل. في الشتاء هتقلل الدهان، انما ما تقلقش بس ما توقفش ويفضل يتعامل معاه طول. يتعامل كده عشان ما يطلعش تاني. تمام. ده ايمن ابيضاني من غير ما هو يقول لي. ليه انت اكيد عارفه يا دكتور، شكلك عارفه. لا هو ابيضاني قوي كمان.
لانه طالع له دول وعلى ظهر ايده هتلف احسن حاجه كده. طيب انت مبسوطه عشان الدقه اللي هو فيها؟ انا مبسوطه ان في رجاله دلوقتي بقت بتهتم بشكلها ونضاره بشرتها وشعرها، فده ده لا لا اتفضلي. في بقى انا هعترف على نفسي، يعني هفتح على نفسي، انا باخد دواء للحبوب اسمه ايزوتريتينوين. ما كنتش اعرفه، اكيد غيري كتير، ان هو ليه عرض جانبي ان هو بينشف جدا الشفايف، بيعمل دراينس يا هبه، يعمل دراينس جفاف جفاف. اول ما يبتدي في ناس بتبتدي وهي جافه. سوري يا دكتور، هو الدواء ده لعلاج الحبوب فقط ولا ليه؟ لا ليه حاجات كتيره بنعالج بيها حاجات كتير. في حاجه اسمها جرام نيجاتيف في الكولايتس بتيجي هنا. في ناس مسامها واسعه نعالجه بيه. في ناس بالمناسبه في منه كتير، ايزوتريتينوين والنيت لوك ما شاء الله كويس، والقشره اللي هنا دي، القشره اللي هنا برضو بنعالجها بيها. طيب. يبقى القشر، حبوب الشباب، المسام الواسعه، وفي ناس مناخيرها كبيره بتقول بيلم الانف. شباب في السن ده بيلم الانف. حصل. طب لا والله. طب استني، ده مش هزار، صغرت مش نكته بقولها عشان القعده. لا ده هي بيطلع دلوقتي في الليت سيرتز والفورتز. ليه؟ اللي بنسميها احنا كده. فلما تقولش ليه بقى عشان فضايح، بس قول لي لو سمحت، بنعالج بقى العرض الجانبي او الاثر الجانبي بتاع الشفايف اللي بتنشف ازاي؟ مش شفايف وبس. اول حاجه العينين تنشف. ففي اطراط ناتشرال تير دي نقوم حاطين نقطه هنا ونقطه هنا، فهتريح العينين. ما حدش يسيب عينه تنشف وهو بياخد الايزوتريتينوين. ما حدش يسيب شفايفه تنشف وهو بياخد الايزوتريتينوين او النتلو. فهنبتدي نقوم حاطين هنا في بقى حاجات كتيره. النوكسيوم دي ما شاء الله، او النيوتري صراحه، حتى ده نقوم دهنين. المشترايزنج افكت بتاع الحاجات الكتيره، النيكسيوم والزيموز والحاجات دي كلها هتلاقوها. زيموس ده بيطر الدنيا جدا. بس في منهم بقى حاجات صوابع كده. فهي تقوم عامله كده عامله كده، الدنيا هتطر. ايوه كده. حلو قوي. طيب في كمان لوليا علي بتقول ازاي اقدر استعيد نضاره البشره واتخلص من الشحوب؟ والله برضو سؤال حلو خالص. اسمها ايه؟ لولي. لولي، بصي يا لولي، ربنا يخليكي لمامتك وكده. هي الشحوب احنا عايزين نعمل لها نضاره يا لولي. فعشان نعمل لها نضاره يا لولي، هنحط لها جاست الفوتوديرم بس هي، وتعمل لنا تحليل في الريتين. اصل دي الشحوب فهي بنقلق شويه. يكون السيرم في الريتين اللي هو مخزون الحديد هيبتدي يبقى باهت. مش الحديد العادي اللي في الدم، مخازن الحديد. مخازن الحديد هو اللي مهم. مخزن الحديد ده، فهنبتدي. طيب في الفيروديودينال، الحاجات ديت هتلاقي الدنيا اتحسنت قوي قوي قوي. تبص في شعرها لو لقيته ناشف، لولي ناشف مفرول من تحت كده، تبتدي لولي تعمل ايه؟ تاخد الفيروديودينال، وتاخد كمان غير كده تاخد فيتامين سي، وتاخد في حاجه في البرفكتيل والفيروديودينال ده، وتاخده بانتظام. ده بيحسن الشعر كمان. علشان شعرها لو لقيته مفرول نكمل على كده هتحسن جدا يا لولي. بتحط فيتامين سي على وشها؟ يعني في ناس عاده بتحب قوي تحط سيرم فيتامين سي. فيتامين سي. هل ده يساعد؟ ضروري ضروري ضروري. يبقى ده اول نوع شعر بنتكلم عليه في الملخص بتاع الخمس حلقات اللي فاتت، اللي قلنا بنستخدم لها الدنسياج. الدنسياج ده اللي هو لما قلنا الشعر يهيش، يبقى هايش كده ومفرول، ده ضروري نعمل. واللي بيسميها لقد يعني مش لولي يعني، انما الا وشعرها بنسميه ابتدى يشيخ شويه. وقلنا انها بتظهر والشعر بيحصل له ديبريشن او اكتئاب قبل احيانا، مفيش مسلسل اسمه كده، الخبز قبل مش عارفه ايه، احيانا الحب قبل الحب احيانا. في احيانا في الاخر احنا عندنا الشعر والبشره قبل الحب احيانا. فده ضروري نعمل كده. ماشي. نجوى عامر يا دكتور، نجوى عامر بتقول عاوزه علاج للحفر لسن 12 سنه بسبب حساسيه وهي صغيره. جالها حساسيه وهي صغيره 12 سنه.
ده معناها جالها حب شباب وتساب. دي رسالة للأهل، للأب والأم والبتاع. ما لو انت، انا بكلمهم هم، لو انت الاب والام كان جالها وهي صغيره حبوب وسابت حفر، ولادها بقى دي مسؤوليتها. من اول حبه بنسميهم سكار برود. يعني ايه سكار؟ عندهم عرضه في انهم يحفروا. فضروري برضو النتلوك والايزوتريتينوين ناخد منه بانتظام. اسمه ايزو ايه؟ تريتينوين. يا جامد ايزو تريتينوين، ناخد منه ايزو تريتينوين. بقالنا ساعه قبل البرنامج بنحفظها. الله يكرمك يا دكتور، شكرا. فالمهم ده بس ضروري بعد الاكل، ولما ناخده بعد الاكل ايرلي تريتمنت قبل ما يحفر. طب على راي منى قالت طب حفر، في حساسيه في الصغر وبيهرشوا ويعملوا حفرت ده، بس دي ممكن تكون حاجه تانية غير كده. حساسيه وعملت لها حفر ديت هنقوم عاملين لها ليزر. الصراحه بتحسن بسرعه قوي. في جلسه واحده يا دكتور ولا ثلاثه؟ ثلاثه. وهي بقى هتلاقيها ما بلاش مره ونمشي. ما بلاش مره ونمشي. الاسكار كمان اللي هم دايما اقول لكم اللي بيبقوا داخلين الكليه الحربيه، مش انتوا يعني، اللي داخلين الكليه الحربيه دول او الخرابيش، تقول لك اختي صغيره خربشتني، اخويا قشرنا التعوير بدري وبتاع بتعمل كان بقى الجدري، والجدري كمان زمان كان بيعمل برضه حفر، بيعمل حفر سكارفيكس ديت. والسكابيو والسيكالفيت بيحسن الدنيا. طيب دكتور، في ابتهال بتقول لحضرتك عايزه شامبو كويس للاطفال، بس للاطفال يمنع التساقط ويطري الشعر. ابتهال. حاضر يا ابتهال. الشامبو كويس عشان يمنع القشره في نفس الوقت، ولا عايزه تمنع التقليد؟ يمنع التساقط ويطري الشعر. يطري الشعر. مش كاتبه قشره. دنسياج ده انا بحبه قوي قوي. يبقى ده الدنسياج هنعمله مره، والانيفوجين بتاعه الكونديشنر بتاعه ياه، هتلاقي الدنيا في مجموعه كبيره اهي تتحسن عليها قوي 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 كمان. طيب في كمان فكر بتقول انا عندي شعري خفيف من قدام، يعني من عند القصه كده، فممكن في شامبو معين او دواء استعمله وشكرا؟ يمكن من كتر التفكير. لا ولا بتفكر ولا حاجه. فكر بقى. يا بلوم خدوا بالكم من ان الفراغات دي تاني نوع انا قلته اللي هو نحافه الشعر. اول نوع قلنا ان الشعر بيقع ابري هوير، وده التفاعلي، والتفاعلي ده اللي بيغرق الدنيا في كل حين. يقول لك الاجانب هير افري هوير، حتى البتاع وقع فيها الحمامات، البتاع السجاده مالت قفلت الكوفر كذا مره. انما اللي جايه دي مهمه، نحافه الشعر بتخلي الفرق ده يوسع، بتخلي الفرق ده يوسع قوي قوي قوي. ولما يوسع قوي قوي دي هنسميها ثيننج، او في ميل باتن هير لوس، ديت نمره واحد مع اللي هي الفيل والبروموفيل ديت اللي هي زي البيرفكتيل وفي حديد. ناخد ايه هنا بقى عشان السيننج ده؟ سبيكتون. ده هنا اول حاجه ضروري ناخد علاج اللي هو زي السبيكتون مع الدكتور تحت اشراف الطبيب. دي حبوب يا دكتور؟ دي قراص قرص واحد يوميا او تحت اشراف طبيب زي ما الطبيب. طبعا. واللي دي مهمه قوي قوي. حاجه تانية بقولها، ان اللي عندهم هنا ثيننج والحته ديت خفت كده خالص ورفعت، يعملوا لنا تحليل البوليسيستيك اوفرز اللي هي تكيس المبل. وده ضروري. مفيش حمد لله. ودي مرتبطه بسن معين يا دكتور؟ عندها في يعني هي بنتها وعندها هنا نقول الدنيا دي فضيت كده، ضروري 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 صحيح. نتاكد مش هيطلع حاجه، زائد نطمئن، زائد نشوف لو ابتدى الشعر كمان يتزايد في جسمها لا قدر الله، يبقى احنا بقى السبيكتون هنا يبقى مهم قوي 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 قوي. حنان صلاح يا دكتور بتقول ايه سبب الهرش في كف الايد وحبوب تحت الجلد في كف الايد؟ حبايب قلبي وشكرا للدكتور. ده الله يخليك. كان زمان زمان مش دلوقتي. كان من الامثله الشعبيه اللي ايديه بتقول لك هتقبض، يقول هيجي له فلوس. لا هيجي له فلوس على طول، يعني يقول لك الحمد لله هتتكسي حاجه كده. حاجه كده كده. فهي الهرش في كف الايد وحبوب تحت الجلد في الايد، ده حاجه اسمها غالبا ديس هيدروتيك اكزما، او خدي بالك مائيه، اكزيما مائيه.
اللي هي بنسميها بومفليكس او ديس هيدروتيك اكزيما. على فكره دي من الحاجات لو خدت لها ارياس الصبح وزرتك بعد الظهر هتلاقي الدنيا تتحسن قوي. ما بيديمش ولا حاجه ارياس، ارياس الصبح وزرتك بعد الظهر من غير اي حاجه، انما ترطيب الايد في الوقت ده مهمه. فاحنا هناخد زائد الزيموس السيكالفات او السيكابيو هنلاقيه اتحسن جدا. يعني مش اي كريم مرطب، كل حاجه يعني. هو ده سبحان الله بتاع كل حاجه، سكابيو، حروق، جروح. ما انا مره كنا بنعمل اجزخانه في البيت بس للاسف ناقص اللي هو لسعات قبل رمضان، كل سنه بقى وانتم طيبين. لسعات القطايف والبتاع الزيت يعمل كده ولسعات الاطفال وخربشه الاطفال وخربشه القطط وقرصه البحر وانديل البحر كل حاجه الاسواق. انما مش في الحاجات الايرلي اللي بنبقى محتاجين فيها مبكر اللي هي نقوم حاطين على طول السيكالفيت ده او السيكابيو مره واثنين وثلاثه واربعه على الاقل قبل ما نبتدي نكلم الصيدليه وتجيب 100% المشاكل طيب. حصلت. بص يا دكتور انا هطمع فيك بصراحه، انا ومشاهدين كتير قوي، احنا عاوزين حضرتك تقول لنا كده سريعا روتين يومي للبشره العاديه اللي هي مش بتعاني من امراض معينه، نهاري وليلي تستعمل ايه الصبح وتستعمل ايه بالليل؟ صح كده حلوه خالص. هو الاول الفوتوديرم الصبح اي حاجه هنقول يا فتاح عليه رزاق كريم الاتوديرم هنقوم حاطينه فوم كده. بس هنا هيفرق البشره دي دهنية ولا جافة أو مختلطة أو مركبة وهي والألوان هتفرق زي الحاجات اللي هنبتدي نتكلم عليها من المرة الجاية. إنما أهم حاجة الفوتوديرم الصبح والفوتوديرم أكوا. طيب لو هي عندها تنج وقالت لك ايه عايزه ابيض سنه كده بس او اي حاجه دلع روحي فوتوديرم سبوت هيبقى احسن حاجه. يبقى الفوتوديرم سبوت ده احسن حاجه. طب وقالت لي انا عندي بقى حوالين العين حوالين الفم وتحت العين بيغمق دي بي واي، الدي بي واي ده والدي بي ديرم ناخده كده بالطبطبه كده من تحت كده هتفرق جدا جدا جدا. وتكمل برده على طول وتكمل ده يوميا. نقلل لها الحكايه لما هيبقى بروتوكول زي ما هبه بتقول مش هينفع كل ده، فهي هنديها بس الفوتوديرم الصبح الفوم وبعديها الفوتوديرم اكوا ونكمل على كده. وبالليل وبالليل هتاخد حسب نوع البشره او لونها، فهناخد لها الدي بي وايت او الدي بي ديرم كفايه قوي. فهتلاقيها كل ما نقلل لها الحاجات اللي بتحطها، بس برضه ما حدش يبقى مهمل ويسيب الغطا مفتوح. بينشف ده بيبوظ بيغمق كمان ويعمل مشاكل زي ما فتحت زي ما تقفل. عشان برضه ده الكلام ده مهم للناس اللي بتجيب الحاجات وتفضل ركنها عندها بالسنه والسنتين وانت قررت تستعملها بعد كده ما بيبقاش مكتوب عليها تاريخ صلاحيه. هيكلكع يعني ايه هيكلكع ويعمل اريتيشن يضر وفي حاجه اسمها فيتامين سي جوه الحاجات دي كلها بيحطوه انتي اوكسيدنت بيبوظ. فلو فتحت كده ولقت الوش غامق بلاها ده يترمي. مايكل بيقول عنده مشكله مع الكمامه كان بيلبس كمامه كتير وبعدين عملت اثار على وشه من الناحيتين والدكتور قال له ان دي حساسيه تلامسيه وخد علاجات ومراهم ومفيش اي تحسن. لا يا مايكل هي سهله يا مايكل. هتعمل ايه يا عم مايكل؟ نمره واحد يحط ضروري ترطيب بس بلاش كورتيزون لان الكورتيزون هيضيعها ويرجعها هيضيعها ويرجعها. فاحنا عايزين نقول ايه؟ هنحط اهم حاجه يا مايكل ان انت تحط تحت قبل ما تلبس الكمامه. في انواع كمامه على فكره واسعه دي احسن لك يا مايكل من الملامسه قوي. فنعمل ايه؟ مره واثنين وثلاثه واربعه هنحط هنا باري ديرم والباري ديرم ده هيحسن لنا الدنيا كده هو والفوتو ديرم. يعني ايه هيحسن الدنيا جدا بالفوتو ديرم؟ هتلاقي الدنيا اتحسنت قوي. يبقى الفوتو ديرم مره واثنين وثلاثه واربعه هنحطه الصبح، انما الباري ديرم وبعدين هيبتدي الحبوب تروح. بس مش ممكن يكون عنده تلامسيه بس. ليه؟ التلامسيه كانت هتبقى تحت الماسك. لا ده هو كمان هيبقى عنده ورديه اللي هي بيقول عليها عنده مايكل. بص يا مايكل
الدنيا برضو سهلة قوي. فده هتخلينا نحط مع الفوتو دير، وعارفين بس يبعد عن اي حاجه بتنشف زي الايزوتريتينول. فانما ده هتلاقي الدنيا بقت سهله قوي 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 قوي. كمان غالبا سؤال اخير، الوقت بيجري. صفا محمد عاوزه حاجات طبيعيه لازاله النمش من الوجه. النمش ده من الشمس يعني، غالبا الناس جايه من المصيف بقى وكده نمشت نمشت يعني طلع لها نمش. يعني ايه طبيعيه؟ ما انا عايز اعرفها حاجه مش مولوده بيه يعني. الهيدرو الحاجات يعني تتمنع عن اي حاجه فيها هيدروكينون، لان ده موجود في إيه؟ مشاكل يعني. هو ما هو قل قوي الحاجات اللي بيقشر، صح بيقشر بيقشر جامد، وهو بيعمل شويه مشاكل. فنخلينا الاربوتين والحاجات ديت نخلينا احسن من كده بكتير. ايه ديت وسهله يعني ايه؟ ان كل مشتقات الديبي ديرم والديب وايت آمنة لها، بس تحط اللي فيها الصن سكرين الصبح وبالليل ليها هتلاقيها هتروح. وفترة قد ايه؟ لفترة هي دي بقى تقلل يوم بعد يوم، وبعدين مرتين في الاسبوع على الاقل، ومرة في الاسبوع. بس ما توقفش وما تعتقدش انه هي جوه البيت مش محتاجة. جوه البيت زي بره البيت، الدنيا دلوقتي بقت سهلة قوي. اسم واحد بس الرانيا سبراي لنمو الشعر، اسمه ايه؟ سبراي لايه؟ نمو الشعر. لا مش سبراي، قصدها الشامبو والسبراي الفورم انيفوجين. في انيفوجين لها البتاع. ما حدش ينسى الانواع، معلش هاخد نص دقيقه عشان الخص الفتره اللي فاتت دي اللي هي الخمس ايام المرات اللي احنا جينا فيها. من اول نقول الشعر، نحافه الشعر، وقلنا استعداد الشعر ان يقع ده من الاول، وبعدين النحافه، وبعدين الثعلبه، وبعدين الدنسياج لما يبتدي يحصل عجز لا قدر الله، والاكتئاب، وكل ده للاخر خالص خالص. ما تنساش مرضين زادوا قوي، الاف اف ايه اللي هو ابتدى يسحب الشعر لورا، ده اللي هو الفينسترايت. والحاجات دي بقت سهله قوي قوي قوي. خلاص خمس حاجات دول بتوع الشعر. نورت يا دكتور. الله يخليك. نورتنا يا دكتور عاصم، وان شاء الله الحلقه اللي جايه هنتكلم فيها على ايه من دلوقتي؟ هنبتدي البشره. ازاي البشره؟ بشره فقط. يعني ايه اللي هي في غمقان انتشر اليومين دول، ما حدش يتخض على عياله. غمقان الرقبه. في حاجه اسمها انسولين ريزيستنت، السكر ده. الغمقان الرقبه دي مهمه قوي. دي مقاومه انسولين يا دكتور؟ فهنبتدي نتكلم على غمقان في حتت محدوده من الجسم. الغمقان واسبابه، لانه انتشر قوي في الفتره الاخيره لسبب او لاخر، وكمان ازاي ان احنا طبعا هنعالجه. نعالجه ان شاء الله. أكيد. ان شاء الله. دكتور عاصم فرج نورتنا، ونشوفك ان شاء الله على خير يوم الثلاثاء اللي جاي في فقره جديده. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل بقيه فقرات حلقتنا النهارده. خلاص المدارس رجعت وبدأنا استعدادات سنة دراسية جديدة. بدأت مشاكل كل أم مع كل موسم مع أولادنا، يعني اللي خايفين من السنة الجديدة، الأم خايفة والولاد خايفين، وفي اللي تعود على النوم أي وقت، الصبح بالليل أي وقت، فطبعا مش هيقدر يصحى الصبح. الخروج والتلفزيون والموبايل والتاب وغيرها خلاص بقت جزء من يوم الولاد. طب هنقدر ازاي ان احنا نغير كل ده؟ مؤكد انه يعني الولاد في كتير منهم، مش هقول كلهم، مش مبسوطين قوي بايام الدراسه. طب ازاي ان احنا نقدر نعدل الموضوع ده؟ نبدا نسمع جدل زي مش عاوز انام دلوقتي، او مش قادر اصحى بدري، او مش بستوعب في الفصل، او طب انا هاجز النهارده، يجي يقعد يذاكر يبتدي يفرك. ماما طب جعان، طب عايز اروح الحمام، طب اصل انام شويه واصحى اكمل، طب اصل مش عارفه في ايه، يبتدي الحجج تظهر عشان هو مش عايز يركز على الكرسي ويذاكر، او يروح المدرسه يبتدي ان هو عنده مشاكل في ان هو غير الفصل، غير المدرسه، مش قادر يعمل صحاب جداد، في مشاكل كتيره جدا. باك تو سكول، ومعانا النهارده ضيفنا هيكلمنا عن الاسئله اللي انا سالتها دي واكتر، دكتور ايهاب عيد، استاذ الطب السلوكي بجامعه عين شمس. اهلا وسهلا بك يا دكتور. ازي حضرتك؟ مساء الورد يا دكتور، منور الدنيا.
بص يا دكتور بقى بصراحه فكره ان العيال هي اللي عندها توتر عشان رجوع المدرسه انا مش حاساه. انا شايفه ان الامهات هي اللي بيجي لها توتر واضطرابات داخليه وخارجيه وبيبقى في ازمه في البيت والعيال ولا في دماغهم وفرحانين ان هم راجعين المدرسه يشوفوا اصحابهم والحاجات دي. هل ده حقيقي؟ تو ا جريت اكستنت ده صح يعني الى حد كبير فعلا. وخلينا بصي هبه خلينا نميز اللي ايمان كانت بتقول استاذه ايمان نفرق ما بين حاجتين. قرفة المدرسة وان القرف وهتغير النظام والهابت اللي انت كنت ماشي بيها وما بين ما يسمى بالسكول فوبيا او مخاوف المدرسة او بيسموه ساعات سيباريشن انكزايتي كمان قلق الانفصال. وما بين سعادة الاهالي وسعادة العيال رايحين المدرسة حتى هتنفض عنهم. ما هم داخلين برضه في جحيم المذاكرة. يعني ارحم والله ارحم. طيب انت اضرب مني. هي الفكرة انه زي ما انت قلتي الاهالي العيال دلوقتي في الجيل ده يعني شارين دماغهم راح ما راحش وهيمشي اللي هو عايزه غالبا يعني غالبا. لكن هي ميكستشر اوف قلق الام اللي عاملاه لهم بقلق العيال من ان هنغير نظامنا بقى ومش هقعد اتفرج على بلاي ستيشن ولا هعمل الحاجه اللي كنت بعملها وهيبدا في مدرسين بقى ويعمل وما تسويش. فطبعا الخلطه دي بتعمل توتر خلاص. ولما نيجي نتكلم على مش عارف مخاوف المدرسه زي ما قلت والسيبريشن او قلق الانفصال طبعا مش كل الاطفال كده ده في يعني حضانه بقى بتبص تلاقي في بعض لا وفي المدارس العاديه ساعات بس مش كل العيال كده. العيال دول عشان بس الناس تقول لك يعني في كم حاله كده تقول لك الواد مرعوب يا دكتور ورايح. العيال دي بالذات بتبقى عندها مشاكل اصلا في البيت. يعني سيبريشن دايما انا هروح المدرسه هتحصل مشكله في البيت. والعلماء عرفوها بكده قالوا سيبريشن ان انا ممكن لما اروح البيت ماما وبابا يحصل مشكله كبيره او ان ماما تسيب البيت. فالمقفورين قوي دول غالبا مش الموضوع سالك في المدرسه بس لا هو في اصلا مشكله في البيت. بنشوف حاجات زي كده. طيب هل كل الستات بيبقى عندها القلق ده ولا الست اللي بتقلق بزياده بيبقى عندها صفات خاصه او كلمنا عن صفات صح يا استاذه وانا بصي طبعا الامهات مش زي بعض لا الستايلز مختلف وفي ام قلوقه وابنها طالع لها قلوق وعايز اقول لحضرتك حاجه غريبه احنا كنا بنعملها كده مش احنا عملنا الحقيقه دراسه كانت في السويد الام وهي بتاكل مش عارف كنت بقول المره اللي فاتت وانا مع استاذه هبه او كده الام لو بتاكل مثلا جبنه رومي او جبنه بيضه الجينيتكس بتاعت امعاء الطفل بتاخد نفس طباع الام حتى في حبها للاكل حتى للكريفز بتاعتها او الشهيه بتاعتها هو نفس الشهيه بتاعت مامته وده بيبقى وهي بتاكل وهي حامل. anyway موضوع القلق بقى الموروث ده اللي هو ممكن يظهر لدرجات اب تو التكس اللي هي اللازمات يبقى الطفل ساعه دخلته على المدرسه كده وسط او الام نفسها عندها بتوتر ابنها هي طبيعتها عشان عايزه حاجه مظبوطه وفي المصيف مدرسين انا مش بحب قوي الام الميتيكرس قوي الدقيقه قوي اللي هي لازم كل حاجه محنتفه قد يكون ده انا دايما اقول لها كده حلو قوي في الشغل ده بره عايزك تبقي منظمه في البنك في الوات ايفر التخطيط جوه البيت انا مش عايز اقول عايز العكس انا عايز خليكي منظمه في نفسك يعني قدامه مهندمه ولابسه ونظيفه وانيقه و و و لكن انت تفرضي ده على الاخرين خدي بالك احنا بنتعلم بعينينا يعني العيال بقى لما يشوفوا مامتهم بعد 10 سنين صدقني هم هيبقوا عاملين كده في بيتهم ما تقعدش تتعب في نفسك كده. فالام القلوقه دي هتيجي في يوم المدرسه والساعه والاتوبيس والحقني وجنني كرونيك المعاشره انسان بهذا الشكل على طول هتخلي العيال جنن جوزها كمان ده في يعني طبعا هو كل اللي بيعاشر هذا الانسان الطيب اصلا بس هو اتربى في بيت شديد شويه او جينيتكس بتاعته بيورث ده للعيال لدرجه احنا او سي دي الى حد ما ممكن تطلع في صوره او سي دي او عايز اقول لك ساعات بوتر ابني لدرجه ان انا ادخله في ما يسمى بالاي كان سيندروم اللي كل كنا اتكلمنا حاجه زي كده برده هبه المره اللي فاتت اللي هو انه وانا قاعد في الموقف الاقي نفسي انا مش عارف اعمل ايه ماما من كتر الايه حاسب اعمل مش عارف ايه بص يا العيل في الاخر لما يجي الموقف بقى يا اما يحصل له بانيك يا اما يتحول لجبله بقى يعني لو خلاص اتعود على كده صوابع ايدك من زي بعضها يعني في عيل بيبقى بسم الله ما شاء الله المناعه النفسيه بتاعته ما يهدوش ريح يعني ولا كانه سامع يعني بيبقى بروطه فعلا خالص فتبص تلاقيها هي عماله طول الوقت عماله بتحرق بنزين في فكره يلا اصحى الباص هيفوتك خدت مش عارفه شنطتك اللبس ده فين كده رامي حاجتك على الارض النهارده تفهم كويس هناقشك في اللي انت هتعمله هترجع امتى يلا عشان نذاكر عندنا امتحان بكره يلا يا ابني فتبص تلاقيها طول النهار عامله هذه الشبوره فالولاد مش عارفين بس الجميل ذا نيوز الجود نيوز هنا انه في بعض الامهات دول بيقدروا يغيروا نفسهم ما انا حاولت معاهم تعمل ايه بقى يعني بتخش الامهات يا جماعه نصحتها تعمل ايه لا من هي نصيحه جنرال انت اللي انت عاملاه ده الكهرباء اللي انت عاملاه بيبقى جوزها قاعد الكهرباء اللي انت عاملاها دي ما ينفعش كده يعني انا قلت لها لما ولا احنا بنحب الام المحتاسه في وسط ولادها مش قصدي انها محتاسه يعني مهرجله او فوضويه بس اللي هي الدنيا كول شو يعني لو سالتيني قلت لي الام البارده ولا الام السخنانه على اولادها لا اقول لك طبعا البارده
انا عايز الام البارده فعلا. اه طبعا اه طبعا برضو مش هبطل اقول لهم يلبسوا الشباشب وما يمشوش حافيين. مش لدرجه برضو التفريط. على فكره الارض بتسحب التشارجز والشحنات كفايه نص ساعه في اليوم على فكره دي حاجه ماشي. صحيه جدا نص ساعه ورجليهم بتفلطح تبقى قد كده يا ستي مش مشكله هو عكس ده على فكره مش يعني شوف برضو هبه تقول كلمه هتفكري بحاجه غريبه جدا. ام فتحت لي الباب في مره من كتر ما بتحطش ولادها على الارض شايله العيل راكب كده لا ده حاجه ثانيه في الدلع يعني العيل عارفه اللي هو بيبقى حاطط رجله وعاملاه كده ايوه صباح الخير فبصيت لقيت رجل الولد مدوره يعني السميل كالف اوف ذا فوت او الاخمص القدم ما اتفردش خالص مدور عارف البيبي الصغير ده فاتي كده مدور لا ما هي دي دكتور الاطفال وانا اصلا دكتور اطفال لما ببص على العيل في حاجه يعني انا بس الفرق بيني ان انا ممكن اعرف سلوكيات البيت من شكل الطفل فالعيل اللي رجله مدوره قوي كده ده عيل متدلع جدا ده عيل ما اتحطش على الارض في بيت صحابي وعيالهم ماشيين حافين بقول لهم خشوا البسوا شبشب يعني مش بس عيالي انت مالك يا هبه بتفرضي عليهم ليه؟ مش عارفه محتاجه دواء انت بتفرضي ليه على الناس يعني هو طبعا شيء جميل انت بتحاول بس هو ده برضو مشكله في المصريين انت طول ما انت قاعد يعني احنا عندنا تراب في الارض يعني في كده شعرايه ما بين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما بين اللي هو انت بتتدخل في حاجه يعني ما تسيبنا ربي ولادي وده عيب البيوت المصريه اللي فيها يعني بيوت عيله تبص تلاقي الناس بتتدخل باسم الحماه باسم الزوجه باسم الام ما تعملش كده شيل الواد ارفع راسه وانت شايلاه ما تحطيش حاسبي كده سيبيه يعيط شويه عشان ما يتعودش يتشال كل الكلام ده هو ده بقى النقطه دي مهمه قوي يا دكتور بغض النظر عن موضوع الشبشب ونلبس الشبشب لان انا بحب العيال تنطلق كده وبراحتهم انا المدرسه دي شويه لانه دي بتروح على فكره الطاقه السلبيه وانا نفسي ساعات بمشي على فكره عايزه سيبه انا لو العيال قلعوا الشبشب النهارده الشبشب انا بحب امشي حافيه وبمشي عيالي حافيين يا جماعه انتوا بتصمموا البيت والله صدقيني ده في بعض الدول بيسيبوا العيال كده اصلا الهاردوير يعني الاستوديو بيبقى مصمم عشان الناس واللي يقعدوا يقلموا بشكل في البيت انت مصمم للطفل صحيح فيبقى كله بادل انا بس عايزه ارجع لنقطه انه الام المكهربه اللي بتحرق بنزين 24 ساعه فيعني بتحرق في نفسها وحاطه صوابع ولادها في فيشه الكهرباء طول الوقت فالولاد يا اما بيجي لهم بانيك شديد وعصبه ويكره المذاكره بقى ويكره الالتزام عموما خالص او يبتدي يبقى كبله ومش كانه مش سامع انا بشوفها. عملت مره تجربه واعتقد ان هي نجحت قلت طب انا هحرق في نفسي ليه انا هسيبهم اللي عايز يذاكر يذاكر عمري ما هو في مدرسه خالص النتيجه بس كانت تجربه تكملهاش النتيجه لما كان لازم عندها نفس طويل بقى سقطوا مره في الثانيه فبقى شكلهم غلط في وسط يعني سقطوا فعلا عادي ولا كاني سامع برافو انا اعمل لك ايه احييكي سقط تحمل مسؤوليه نفسك حاسب على مشاريعك إيه انا ماليش حاجه حصل ايه بعد كده هم نفسهم خلاص عرفوا مواعيدهم عرفوا مذاكرتهم عرفوا كل انا مالي شوفش بس ما تبصيش على كل مشكله انت كيرنج على اولادك طب ما في سواء ايمان او هيبه كل واحد كيرنج على اولاده بطريقته وده بس ده بيطلع نمط او كل واحد عنده عقده يا دكتور بيطلعها على انا عيني على ايه بقى انا عيني على المستقبل ده الراجل ده هيبقى عامل ازاي هل يبقى راجل خواف لو راجل ولد وبنت لو راجل بيتنمى بالطريقه دي هيبقى دايما خواف قلقان ولا هيبقى واثق من نفسه مش فارقه معاه حاجه ده مهم جدا صح طيب احنا ما سكتناش نسكت على كده ما سكتناش قلنا ننزل الشارع نشوف الناس دي بتعمل ايه اللي عنده افكار اللي عنده تجارب يبتدي يشاركها معانا ونرجع نعلق عليها ونكمل ونشوف بقى هي الوصفه الاخيره او التوليفه الاخيره اللي ممكن تمشي مع الناس كلها الى حد ما نشوف ونرجع اوكي ايه المشاكل اللي بتواجه الاب والام في الوقت اللي اولادهم داخلين فيه المدارس وبيحلوا المشاكل دي ازاي الاطفال طبعا وجودهم في البيت بتبقى فيه راحه نفسيه ان اولادي قدامي فلما بينزلوا المدارس بيبقى فيه قلق طبعا عيب متوتر عيب المذاكره عيب المتابعه عيب ان هم يحاولوا دايما يركزوا معاهم مع مشاكلهم اللي بيواجههم زمايلهم في المدرسه بيضايقوهم او سعاده في وسطهم بيحاولوا على قد ما يقدروا يعني احنا كشعب مصري كمان شعب عطوف وحنون فاولادهم حاجه غاليه جدا عندهم الاطفال مثلا بتبقى مواعيد الدخول ومواعيد الخروج هي بتبقى مشكله بالنسبه لهم وبالنسبه بتبقى في الرعايه داخل المدرسه هل في رعايه كويسه للطلبه وهل في رعايه صحيه ولا لا بتصحى الام بدري وتجهز لهم اللبس وتجهز لهم السندوتشات والشنط اللي ما بتصحيهم بقى يبداوا ياخدوا يومهم عادي وتروح المدرسه بس وبيبقى في تتابع بقى ومتابعه في المدرسه بيشوفوا مثلا المدرسين بيشوفوا مستواهم بيتابعوا مع المدرسه الاب لازم يتابع ابنه في المرحله او بنته في المراحل السنيه سواء ابتدائي اعدادي في الاعدادي دي مرحله انتقاليه من طفل لشاب فلازم يكون الاب عينه على ابنه او بنته باستمرار قبل الدراسه ما بتبدا بنبدا نظبط النوم
بعد كده بنجيب الطلبات، بيبقوا فرحانين طبعا انهم نازلين يشتروا طلبات المدرسه وانهم راجعين يقابلوا اصدقائهم تاني. بعد كده بنهيئ بقى اليوم ان احنا بنحط بقى خطه هنمشي عليها طول الدراسه. صحيان طبعا دايما الساعه 6 ده اساسي يعني في ايام الدراسه، بيبقى يوم شاق بمعنى صح عشان تلحق توديهم على المدارس، وطبعا كل فتره بتتابعيهم لحد بعد الظهر بتروح تجيب الاولاد تاني. الاطفال لازم اعودهم على النوم بدري، اعودهم على ان هم يعملوا الواجب قبل ما يناموا، ان هم يعتمدوا على نفسهم. والاب والام برضو مهمه جدا ان هم يساعدوا المدرسه في 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 ان هم ينشئوا جيل من الاطفال قادرين على ايه، الدراسه والحفظ والتعلم والثقافه. اهم حاجه مع الاولاد تنظيم الوقت، البيت لازم يكون هادي، امورهم كلها مترتبه، هم لازم يعرفوا مسؤوليتهم الاول مش انت اللي تعرفها لهم. من اول يوم لازم تعلميهم ايه الواجب اللي عليهم يعملوه قبل ما يطلبوا حقهم. هي معضله صعبه شويه بس هي سهله ممتنعه، يعني لو عرفنا نلاقي طريقه نحل بيها الاشكاليه ما بين الام اللي بتقطع في شعرها وشعر ولادها طول النهار، وما بين الزوج كمان اللي عنده مشكله ولازم هنتكلم ازاي ان هو يا اما يشارك في اداره الازمه او ياخد ساتر بقى. ياخد ساتر اللي يحصل له. طيب هو دكتور هو تعليقك الاول بعدين عندي سؤال. هو استاذه منى وكلام استاذه ايمان صح في حته معينه، لو الاب هيخش عشان يدهول النظام، يعني انت قدامك حاجه من اتنين، يا تبقى مسيطر وتحكم معايا ونشتغل، يا اما لما ما تتواجدش سيب لي انا، انت بتثق فيا خلاص انا، لكن تو رولز يخشوا ببعض بيعملوا العيال بيمخلوهم وبيحصل كونتراديكشن، يحصل تناقض ما بين كلام الام والعيال، يروحوا للاب يقولوا له طب ماما قالت كذا، يقول لهم طب اعملوا كذا، انتوا كده بتكسروا بعض، بنلخبطهم. يا اما بيسيب عليها وهي تبقى بابا طول النهار بتزعق ويقول لها بتزعقي ليه، برضه ده مش حلو، برضه ده مش حلو كويس. ما تخلينيش انا الغول بتاع البيت يعني. طيب قول لنا بقى مع عوده المدارس الولاد بيتوتروا شويه، يعني بيبقى عندهم شويه اعراض كده، نعمل معاهم ايه وخصوصا ان هم خلاص سنتين الكورونا دول قاعدين كانوا يشتغلوا اونلاين ولسه بعيد عن فكره الدراسه شويه. هو يعني لازم يعني عشان برضه المنظومه تكتمل، المدرسين برضه لازم يعني عايزين نعمل لهم مره حلقه كده يعني، لان في انستراكشنز المدرسين عشان يرحموا، فالعيال تقوم راحه حلوه مبسوطه. اوحش حاجه في المدرسه بالنسبه للطفل ايه؟ يبقى كاره المدرس. بالظبط، عايز احتواء بقى بشكل معين، الكراسي هيقعد عليها، اللعب هيلعب فيه، لكن المشكله في اللي واقف ولو كان غلس او ما عندوش خلفيه علميه شويه في التربويه يعني، هيبقى يعني بصراحه مثار استفزاز للعيل. فهو يعني كمان بنوصي بنقول يعني اول اسبوعين خلي الدنيا كول كده، مش لازم نخش هبه يعني انا بقى اناشد هنا والله الوزاره واي حد، بلاش طبعا كل ما زادت الكميه لدرجه انا بدات اقول للاباء عشان تهربوا من ده نزلوا سنه، عشان كده لما جت ايمان تتكلم على الصوت قلت لها يا ريت والله. صحيح. لان اللود كتير، فهنا انت فبتبدا تتنرفز على العيل. فاحنا عايزين عيل برضو حته نفرق ما بين ان عدد ساعات نوم العيال مش زي بعض. دي حته وراثيه، حته وراثيه. في جهاز في عندنا في ساق المخ اسمه الراس ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم، الجهاز الايقاظي العصبي. الجهاز ده قد يكون التيشوز او الانسجه بتاعته كثيفه في واحد في عيله كلهم دول، اسمه الاكتيفيتنج الايقاظ، فتلاقي كلهم ثلاث ساعات ويقوموا تاني. صحيح، عيله سهيره وفي عيله نويمه. التيشوز قليله فالسليبنج ليه اللي بيسموها الساعه البيولوجيه؟ الساعه ما هي كلنا فينا ساعه، بس الساعه دي تختلف من واحد للتاني برضه. يعني في ناس اليوم يقول لك ده لو عندها استعداد تنام للصبح تاني يوم 20 ساعه واولادها كده. يعني ما نتعاملش بعنف في الفكره دي، لانه الولد مش عايز ينام، خش ينام. اي خناقه مع حاجه عضويه هتجيب عقده نفسيه، بمعنى انت بتاكل قد كده ليه؟ هو دي ساعه المعده بتاعته، هتجيب عقده نفسيه. واحد عنده لونه يعني بلاك مثلا، عنده الميلانين زياده، هقول له يفتح نفسك، انت او غير معاملتي معاه عشان لونه الميلانين او تركيزه الدوبامين زي ما قلنا قبل كده، او يعني في حاجات. تقصد حضرتك ان انا اخلق له اسلوب حياه يتناسب مع امكانياته وقدراته الذهنيه والنفسيه والبدنيه. لدرجه انا بقول ساعات يا هبه من ضمن نصائحي التعليميه للناس اقول لهم فرقوا بينهم في المدارس. في المدارس. ليه؟ لان انت عندك مثلا خمس ولاد كل واحد زي صوابعك، يعني مفيش واحد زي التاني. طب ايه يعني كل واحد دخله في مدرسه وده معقول ده جنان؟ لا مش جنان. انت بتدخلهم ليه مدرسه واحده؟ لو سمعت الرد هتلاقي حاجه من اتنين، يا اما اسباب اقتصاديه يا اما اسباب صعبانيات، نفس الاجازات وتوفير الوقت والباص برضه والمواصلات يا دكتور كده وبص. انما الحقيقه ان كل واحد ليه مخ، وكل مخ هيناسب يعني لو مدرسه بتاعت حفظ
حاجه بريتش، حاجه جيرمان، حاجه فرنش، حاجه ازاري، هتبص تلاقي العيل هيخش الاثنين، واحد هتلاقي الحفيظه بتاعته قويه جدا والتاني مش بتاع كده، انا مش بتاعه الكلام ده زي اغنيه شيرين، ما بيدخلوش في كلاس لوحده بقى مع الناس اللي هي بطيئه شويه. بالظبط، مش بطيء التعلم هو دي مش موهبته. في واحد موهبته حفظ، واحد موهبته سرعه، فانت كله بتحطه في نفس المكان. غالبا لازم هيطلع فيه اختلافات، فتقول ده الواد الالفا بتاعي، ده الواد اللي مش كويس. لا غلط، يعني ما وظفتش قرارات، انت اللي غلطان، تنمر. طيب بس ده تنمر. دكتور ايهاب، انا يمكن حبعد شويه عن النقاط اللي هي النوم، وان كل طفل ممكن يبقى محتاج عدد ساعات نوم تختلف عن التاني وحسب الباترن بتاع العيله وكده. لسؤال متوصيه بيه من امهات كتيره جدا، واعتقد هو يناسب مرحله سنيه معينه من الطلبه او التلاميذ الصغيرين. احيانا الطفل ممكن يروح المدرسه يتعرض للتنمر او التحرش، بالذات السن الصغير ما بيتكلمش كتير. يروح يتعرض للتحرش او تنمر من الطلبه الاكبر منه، يرجع البيت امه ما تعرفش حاجه، بس الولد مش مظبوط او البنت مش مظبوطه. ايه الاعراض اللي الام تبدا تركز فيها من دلوقتي عشان لو ابنها او بنتها بيتضايق في المدرسه تبدا تركز؟ مع وضع في الاعتبار ان التنمر غير التحرش. الاثنين ده حاجه وده مشكله، ده مشكله، بس الاثنين فعلا اعراضهم متشابهه. لو هو تحرش لفظي ويدوي كل حاجه. هو اي طفل حبيبي ينصح اولا بلاش نجامب على سنوات تقيله علينا، عشان العيله هيبقى في وسط العيال يا حبيبي مغري بالتحرش. يعني مغري إيه؟ يعني ايه؟ تلاقي طفل كده في سن 10 سنين، اللي هو مثلا 10 سنين ده اللي هو تبقى انت المفروض في سنه رابعه، تمام؟ العيال كلهم ناضجين، في اتنين مش ناضجين، هم عندهم 10 سنين وذكائيا ممتازين بس نضوجيا مش حلوين، فتلاقي الواد ايه طفولي تشايلدش، مش عارف اعمل ايه كذا كذا، ممكن تديني مقصصه بتاع، فيبداوا يبصوا له مغري بالتحرش قوي او مغري بالتنمر بولينج او. فهنا لو نزلت الواد ده لسنه ثالثه مع انه 10 هيبقى ماتشنج قوي، هيبقى هو هيلاقي نفسه مش غريب. نزله سنه بايدي بايدي وبرجلي وبكل حاجه. ده بيموتوا على يوم عشان يدخلوا سنه بدري عشان ما يتعرضش. الناس بتموت نفسها عشان تدخل بدري. دي غلطه شائعه طبعا. بالعكس، انا بقول كده، لو انا ماشي في الشارع معصوبه العينين وحطيت ايدي لقيت عيل هقول له انزل سنه من غير ما اعرفه. تمام؟ فالعيل ايه الاعراض فعلا التعرض لده؟ لا قدر الله. بص الواد انزوى شويه، ما بقاش بيلعب زي الاول، ضحكته الجميله ما بقتش موجوده زي العاده، بنضحكه بقى بزعق بقول له يلا روح خش القصيته، وفتح في العياط وبقى حساس زياده عن اللزوم كل ما كان. هو انا قلت لك يا حبيبي انت مالك اليومين دول كده؟ بقى فيري فراجايل، فيري سنسيتيف، حساس قوي. كلمه صغيره ما قلتش حاجه بقول له اقعد انت وخلي اخوك يعمل، عيط. الطفل قافل على نفسه باستمرار. الطفل دايما، بعض الاطفال بنلاحظ ان هم ايدهم فعلا محطوطه، لو كان سيكشوال اسولت او تحرش جسدي ممكن يبقى حاطط ايده على المكان ده. علاقته مع جدته وجدته خاله شويه في شيء من يعني التحفظ، مع انه ما عملوش حاجه. طب ليه كده؟ هو بدا حصل لخبطه عنده في مفهوم الكبار والصغيرين. ف ايضا من ضمن الحاجات دي ان هو بقى يعني كل كلمه بيقولها بابا وماما ليها علاقه بالدين او الصلاه او الحلال او الحرام، بقى يعني مركز فيها قوي ويبص كده، فبابا يعني محدش بيربط تبص كده ليه. فالبص مع العياط مع الانزواء مع يعني الخوف المستمر كمان، يعني في طفل بيهزر مع طفل تاني، دي كانت مشكله ام اتصلت بيها هبه. الولد حط القلم في فتحه الشرج بتاع الطفل التاني، قلم الرصاص. طبعا الست جريت على الجراح ولا على طبيب الاطفال بيدياتريشن بتاعها يبص عليه. هو اصلا دكتور احنا ما بنرضاش في الكشف ده نحط ايدينا قوي، احنا بنفتح بيبقى لابسين جلوفز عشان لو عايزين نبص نشوف الاسولت ده ازاي. طبعا لو حاجه مريبه بتاع بنعمل اشاعات وبنعمل حاجات بالصبع وقصص كده يعني. فلازم على كل ام زي ما بتفلي الشنطه وتدور على الشانل بوك وتدور على مش عارف الكراسه تفلي ابنها، هو مش واخد باله وتلاحظ التغيرات وتلاحظ الفروق والعضويه وتتواصل معاه وتسمعه من غير ما تخوفه، لانه في ساعات الاولاد بيبقوا من كتر ما هم خايفين. لا ساعات تدخلك بيخوفه نفسه. انت حبيبي اعمل لك ايه؟ بلاش برضو الدخله الجامده دي قوي. نفس إيه فكره الولد لما بيقع مثلا على الارض، يا حبيبي عادي اتحكي يلا حصل خير، بس بتربي فيه. يعني بلاش نكبر المواضيع. وانا بقترح حاجه، بقترح ان احنا ذا بيست واي ان احنا نبقى، وده بقول للناس كلها، زي الورد اليومي كده بتاع القران مثلا، في قصه يوميه. وانا لو لاحظت حاجه وشكيت، انا ما بحبش المصارحه دي قوي، يعني التلميح ابلغ من التصريح. فنعمل قصه مثلا، ولو قصص نبوي يبقى ظريف جدا والله، وسيدنا ادم وسيده حواء طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه، زي ما حكيتها لاولادي. كنت انا عايز اوصلهم حته العوره. فقالوا لي، فبقول له يعني اللي هي ربنا بقى قال لهم حط الورق دي عشان دي عوره. فقالوا لي عوره؟ كان قال مثلا 4 و6 سنين كده. عوره يعني ايه؟ قلت له عارف يا حبيبي لما تتعور شكلها بيبقى حلو. قلت له شكلها بيبقى حلو ولا وحش؟
قال لي شكلها وحش منظرها كده. قلت له بنعمل ايه؟ بنحط عليها بلاستر. قلت له تمام. وربنا سبحانه وتعالى الحته دي بيبقى شكلها مش ظريف يعني، وشك جميل، ايديك ما بيبقاش بقى ايه، قال غطوها هي كمان. ففعلا العيال ايه بداوا يمشوا. انا قصدي اقول عايز توصل معلومه بالذات الحاجات الحساسه والريليجيوس الدنيا دي، خليها من خلال بنعمل خطه ازاي نوصل الله يبقى خليها يعني خلال خلال قصه غير ورقصه ضحكه اي حاجه فاني تقوم داخله كويس، لكن تقول دايركت ما ينفعش مع الطفل. دكتور ايهاب حضرتك نورتنا، وان شاء الله للحديث بقيه. يعني مشاكل اولادنا ملهاش اول من اخر، هم صحيح يعني نور عينينا، بس يعني ان شاء الله يعني نتكلم في موضوعات كثيره في الاسابيع اللي جايه ان شاء الله. نورتنا يا دكتور ايهاب. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل الطرب والمغنى والفنان مجد القاسم. مجد القاسم يا جماعه بيغيب يغيب ويرجع تاني، ودايما بيرجع بمفاجآت وفرقعه، يعني اغنيه او كليب جديد بيلم حوالين الناس، هم الحقيقه بيبقوا في انتظاره. اما نيجي نبتدي من الاول، هو بدا من هو صغير بالعزف على العود من بيت فهد بلان، وبعدين قابل الشيخ سيد مكاوي، من هنا بدات رحلته، جه القاهره ومعاه صوته وعوده و100 دولار بس. رغم النجاح بيقولوا عليه دايما مش راضي، دايما عايز احسن، هو يستحق بصراحه. ومؤخرا بيقولوا ان هو اتعرض عليه التمثيل وهو ما وافقش. طب ما وافقش ليه؟ احنا هنعرف. ضيفنا النهارده زي ما شفتوا كده الفنان الجميل الرائع مجد القاسم، منورنا وخطو عزيز. تسلمي لي تسلمي لي. انا اللي سعيد طبعا، الحبايب والاصدقاء انتم منورين والله. انت منور وبنرحب بيك يا مجد طبعا، وحشنا جدا جدا. واحنا بنتفرج على الويلكم كليب بتاع مجد، انا وهو بنفتكر اماكن لوكيشن التصوير ومين المخرجين. على ايام حلوه، ايام حلوه ونوستالجيا كده، ايام رايقه. ده حقيقي ده حقيقي. بس احنا سعداء جدا بيك، ورجعت لنا الروقان والايام الحلوه والغنى الحلو. وليه اختفيت ورجعت؟ يعني احنا مبسوطين والله انك رجعت. والله يا منى، ما انت عارفه يعني ما هي مش مقصوده. ما حدش، ما فيش فنان بيحب انه يختفي او بيحب انه يبعد عن الناس. يعني قاعد تتفرج بس على اللي بيحصل كده. يعني بدايتها طبعا انت عارفه من 2010، من بدايه ما حصلت المآسي اللي حصلت عندنا في الوطن العربي والمشاكل والحروب، وعندنا في سوريا برضو الحرب اللي لا زالت لغايه دلوقتي طبعاً. خلت الواحد طبعا يعني غيرت كتير في نفسه، في اسلوبه، في حياته. دي حاجه من الحاجات. يعني بعدين جينا من 2020، بدايه 2020 برضو جات الكورونا ومش عارف ايه، يعني كل ده جه فوق بعضه. وبنفس الوقت يعني احنا جيل التسعينات بالتحديد، وانت معانا من جيل التسعينات. جيلي بتفكرني وانت الله يسلمك ونورت تاني. تسلمي لي، نورك، نورت برنامجنا. وطبعا لسه هتكلم على عود، لان انا عاوز اقول للجمهور ان انت يعني كرمتنا او اكرمتنا انك بقالك سنين ما طلعتش بعودك. والله قال لنا انا اول مره من 12 سنه، مش عارف ايه اللي خطر في بالي النهارده قبل منزل، قلت هاخد العود معايا. تسلم عيونك حبيبتي. وعوده جميله في ملتقى اولادنا لذوي القدرات الخاصه برئاسه الاستاذه سهير عبد القادر. ما شاء الله حقيقه ان هي عرفت تقنع ان انت ترجع يعني استاذه سهير. والله طبعا انا عايز اشكرها واشكر كل اللي القائمين على العمل ده، لانه عمل جبار طبعا. وعمل انساني عظيم جدا جدا يعني لازم نرفع لهم القبعه. الاتفاق جه ازاي؟ كلمني طبعا حبيبي شريف حمدان الملحن، قال لي بقول لك ايه، في الـ 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 او الـ بيسموه المنتدى او المهرجان، ده مهرجان بقى عالمي دلوقتي بالظبط كده، والسيده سهير عبد القادر طبعا مرشحاك للاغنيه دي. قلت له وخصوصا انه بالتحديد لذوي الهمم طبعا. انا دائما اي حاجه لذوي الهمم او مثلا ايتام او مش عارف ايه، ما يعني ما بستناهمش يكملوا كلام، بقول لهم انا جاهز طبعا. فبروح فورا، كان اغنيه او كان حفله او احتفاليات او ايا كان، دايما فروح سبق بالخير. تسلمي. فروح طبعا سجلت يوم التسجيل، حتى الاولاد كانوا موجودين في يوم التسجيل. سمعنا حاجه منها. انا يعني عشان هي الموضوع طويل فمش مش هينفع يتقال كده، او نسمع حتى جزء منها للناس. نروح نسمع. ماشي. الأمان لما نكون كلنا مع بعض، السعادة لما كلنا نخاف على بعض، الفرحة بتكون بلمتنا مع بعض، الحياة تبقى حياة لما نحب بعض، الحياة تبقى حياة لما نحب بعض،
حبوبا. ده اللي فاضي لينا من الايام نحب. يعني حاجه تفرح، وعندهم قدرات خاصه فعلا، قادرون باختلاف فعلا طبعا. وتشكر على اللفته الجميله الانسانيه، وبجد يعني ربنا يكتر من امثالك. يمكن انا كان ليا حظ ان انا حضرت عرض مسرحي الاستاذ اشرف عبد الباقي، برده كان كل اللي على خشبه المسرح من اول المسرحيه لاخرها من ذوي الهمم وذوي القدرات الخاصه قد ايه قدموا عرض بديع جدا. عندهم مواهب طبعا رائعه جدا جدا، كل اللي معانا يعني ما فيش غير انا ونيفين فقط. نيفين رجب طبعا، نيفين رجب طبعا، الباقي كله الاطفال هم اللي غنوا، كان شيء جميل جدا. والشاعر عبد الله حسن نشكره، عبد الله حسن وشريف حمدان صديقي الملحن يعني حبيبي طبعا، والمتحده عملت حاجه جميله وشكلها جميل رائع. يستاهلوا طبعا، يعني يستاهلوا الشكر طبعا. محتاجين نسمع بقى، مش هنقول لك اختار لنا انت حاجه بقى تسعدنا كده وتحب نسمع ايه اللي هو تحب نسمع ايه. هو بصي انا اول ما دخلت فهبه بتقول لي ايه بيعكسوني على اغنيه رفقه مولاتي رفقه طبعا، فهغنيها لها على طول. وكل اللي عكسه عكسه بيها زمان. رفقا مولاتي رفقا إني أتنفس عشقا، آه رفقا مولاتي رفقا إني أتنفس عشقا، ويذوب كياني وجدا ويذوب فؤادي شوقا، رفقا مولاتي رفقا إني أتنفس عشقا، رفقا مولاتي رفقا إني أتنفس عشقا، ويذوب كياني وجدا ويذوب فؤادي شوقا، رفقا مولاتي رفقا إني أتنفس عشقا. أنت بخيل بخيل يا مجد. هنقول كتير. هو بيشوقنا بس ده لسه بأشعارنا. هنقول كتير. أنا عايز أعرف الأغنية دي أنت غنيتها لمين بجد؟ غنيتها لمين؟ أصل الأغنية دي ليها قصة جميلة جدا جدا. أعرف. الغنوة دي أنا نزلتها في 97. يعني بعد ما طبعا اتشهرت وبعد وعملت يمن هواه اعزه واذلني، فبدات الناس تطلب مني القصائد. سعيد البوسعيدي من اجمل الكلمات طبعا طبعا. فدي كنت في سنه 92 في ندوه شعريه كويس، ففي حد فاضل جميل كده بس ضرير يعني ما بيشوفش،
وقاعد بيقول شعر، فقال رفقا مولاتي رفقا، والناس قاعده وانا قاعد اخر حاجه، كان يعني اصدقائي ياخدوني معاهم على الندوات دي عشان يعرفوني بالناس. الكلام ده 92، انا اتشهرت 96. فالراجل ده راح قايل رفقا مولاتي رفقا اني اتنفس عشقا، فانا من ورا وانا عيل رحت قايل له الله. الناس لفت كده لورا انه في ايه يا عم، استنى يكمل الكلام. انا ولا لسه ما عملتش حاجه، مش عامل اي شغل. فهو طبعا الشاعر الجميل نبيل الفكهاني كمل. بعدين اول ما خلص وعملوا استراحه صغيره جريت لعنده قلت له ممكن حضرتك ألحن الكلام ده؟ قال لي اتفضل يا حبيبي. قلت له انا مطرب جديد وبلحن ومش عارف ايه وانا جاي من سوريا والجو ده. قال لي من عينيا يا حبيبي. الدرجه دي ودنك حلوه، لقطت الكلمه الكلمه كانت رهيبه، تحط لها اللحن برضه. رفقا مولاتي رفقا اني اتنفس عشقا، يعني حد بيتنفس الهواء يقول لك انا اتنفس عشقا. فكانت كلمه رائعه جدا، صادقه وجميله، لحنتها في اليوم ده. يعني من 92 ملحنها وسجلتها 97. هو هرب من سؤالك يعني يا هبه؟ مش عشان شخص ولا حاجه. لا لا لا، مش عشان شخص، مش حب ولا حاله. هو انا الحقيقه هو عشان حب طبعا، الحب في كل وقت. سؤالي نصيحه لكل راجل مراته زعلانه منه، خش عليها برفقا مولاتي رفقا هتتصالح في 3 دقائق. يا سلام، دقيقتين. طب بما ان احنا بقى جبنا سيره العود وجبنا سيره الكلمات الجميله، انا مش عارفه محتاره اسمع منك يا من هواه اعزه واذلني، ولا نتكلم بقى عن البدايات خالص في مصر مع الشيخ سيد مكاوي الاول ونخش بالعود زي ما انتوا عايزين. عايزين نتكلم ولا نسمع؟ نسمع، خلينا نسمع. لا طبعا انت قعدتك عندنا فوق يعني فوق راسنا، بس عايزين نسمع ونستمتع بيك بقالك كتير. عايزه عايزه يا من هواه ولا الهي يكرمك. يا من هواه، يا من هواه أعزه وأذلني، كيف السبيل إلى وصالك دلني. وصلتني وصلتني حتى ملكت حشاشتي، ورجعت من بعد الوصال هجرتني. أنت الذي حلفتني وحلفت لي وحلفت أنك لن تخون فخنتني. فلا أدعون عليك في غسق الدجى، يبليك ربي يبليك ربي يبليك ربي مثلما أبليتني. أسود قلبك ليا، أسد قلبي علي، لو شفت الحنية كنت بعمر أفديك. لو قلبك كان يوم راعيني كنت بعمر راعي، لكن أسود قلبك ليا، أسد قلبي عليك. روح 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 الله يجازي. الله الله، العظمة دي. وسمع الكلام وراح، دي لحن سيد مكاوي. سمع الكلام وراح ولا لحن؟ هي لحن عصام كريكة. عصام كريكة طبعا، محدش عارف ان هو كان بيلحن كلمات طارق التركي، بس الموال قديم طبعا. قديم طبعا، من عصر العثماني. من عصام كريكة 300-400 سنة. طيب بص، انت قايله على التقدير. انت عندك سؤال؟ لا بس قايله يعني حضر له مفاجاه مؤخرا. سؤال محاضر، انت عملت اللي عايز يزعل، اللي عايز يزعل وليله فرح. كلمنا عنهم بقى، ألحن مين وكلمات مين، وهنسمع منهم حاجة، اختار لنا حاجة. عايزين نسمع طبعا اللي عايز يزعل يزعل. بصي أنا كل فترة بحاول كده أطور من نفسي في المزيكا، في شكل المزيكا. بس دايما محتفظ بالأصالة بالكلمة بقى طبعا، والكلمة يعني الكلمة عندي واللحن ما بيتغيروش، إنما دايما في المزيكا ممكن أغامر يعني أجدد في المزيكا. فاللي عايز يزعل يزعل موضوع جميل بيمس كل الناس، كلنا. اللي عايز يزعل
يعني مع السلامة. قلبك طيب، قلبك طيب. فالأغنية دي طبعا كلمات رمضان محمد وألحان كريم طارق وتوزيع مصطفى البوب، إشراف طبعا الملحن والشاعر الجميل سيد الشاعر. الأغنية دي فيها مزيكا جديدة، فيها طعم جديد يعني جديد علي قوي. حلو لو حابين تعالى دمك كده تجدد مع اصاله الصوت الحلو. ومن اول ما نزلت هي بقى لها اسبوع نازله، الله بجد عامله ترند الحمد لله. الحمد يعني لله. على التيك توك بقت مئات مئات الالوف. اول اللي عايز يزعل يزعل دي يا مجد، هي اسلوب حياه دلوقتي بقى موجود. ما هي هي وعشان كده يمكن لمست مع الناس قوي. بالظبط كده، ده اول برنامج هتتغنى فيه لايف. بالظبط كده ستات ما يعرفوش يكذبوا. يلا طب عايز يزعل يزعل ويخرج من حياتي بكل هدوء اعصاب لحد الباب هوصله، واللي عايز يزعل يزعل ويخرج من حياتي بكل هدوء اعصاب لحد الباب هوصله، واللي عايز يزعل يزعل ويخرج من حياتي بكل هدوء اعصاب لحد الباب هوصله، بكل هدوء اعصاب لحد الباب هوصله. بكل اللي حلتي هشتري دماغي وهكتب على قلب العشم لاغي، زي ما بتعامل هعامل ده اللي بيفهم برايا، شعاري من النهاردة المعاملة ميري، يلي ما بتقدرش وبتنسى تقديري ومش مضطر تاني اجامل علشان كده والله قارية. هواللي عايز يزعل يزعل ويخرج من حياتي بكل هدوء اعصاب لحد الباب هوصله، الله 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 اللي عايز يزعل دمك فعلا يعني حاجه لطيفه. مرحله البرنسيه. اما ليله الفرح بقى دي لمين بقى؟ فرح دي لكل الافراح الحلوه، الافراح الحلوه يعني نشوف مجد تاني في يحيي افراحنا كده وموجود الله. ان شاء الله باذن الله باذن الله. طب ايه اكتر اغنيه يا مجد حسيت ان هي كانت بتعبر عنك انت في اللحظه دي في الوقت ده، بتعبر عن مجد نفسه الانسان اللي نقدر نتعرف منها على حالتك كانت ايه؟ كان الكلام على ايه وقتها؟ الكلام على ايه؟ بصي انا لما اتجوزت ايوه عملت غمض عينيك. يلا انا كنت هقول لك ان هي دي الاغنيه يعني تخيلي هي اتعملت يعني في الفتره اللي انا اتجوزت فيها كنت حاسسها وكنت عايشه. اكيد كنت حاسسها. والاغنيه دي طبعا دي مع مي كساب الجميله وبنوته جميل وراء فيها كانت طبعا 2002 والاغنيه دي طبعا يعني وصلت لسقف النجاح قلبت الدنيا الحمد لله. الحمد وكنت بتهديها طبعا اكيد لزوجتك. لزوجتي اكيد طبعا. كلمات سامح العجمي، كلمات الله يرحمه سامح العجمي والحان الله يرحمه اشرف سالم، اشرف توزيع اشرف عبده. طب تيجي نسمع حاجه نفتكر كل الناس طلبها على فكره وزوجاتهم في الكنترول بيقولوا لهم غمض عينيك مرات محمد حاضر. سامي تحديدا عايزه الاغنيه دي سبيشال خاص لزوجة الاستاذ محمد سامي استحيل. غمض عينيك واحلم معايا وهات ايديك واحضن هوايا، غمض عينيك واحلم معايا وهات ايديك واحضن هوايا، احضن هوايا لأبعد حد والمس معايا خدود الورد، لا نجوم وليل ولا سما ولا أرض، ده احنا في دنيا لوحدنا. غمض عينيك
واحلم معايا وهات ايديك واحضن هوايا دوقني شوق دوق الغرام غمض عينيك وفي حضننا قول في الهوى من غير كلام ده احنا اتخلقنا لبعضنا دوقني شوق دوق الغرام غمض عينيك وفي حضننا قول في الهوى من غير كلام ده احنا اتخلقنا لبعضنا غمض عينيك واحلم معايا وهات ايديك واحضن هوايا الله 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 انا اسفه يعني كده بقى مشكله ان احنا ما بنغمض عينينا بندخل في الحيط يعني في الحب بالذات ما تغمضوش قوي يعني طبعا روعه رائعه اسلامي دي طيب مين البدايات عندي اسئله كنت عايز تسالي عن البدايات صح؟ انا كنت عايز اسال عن اللقاء اللي كان بين الاستاذ مجد في بيت العظيم فهد بلان مع القدير الشيخ سيد مكاوي قبل ما تيجي مصر هو يعني الحديث طويل بس انا هختصره انا في اليوم ده بالتحديد طبعا كان لسه عاملين فرع للنقابه عندنا في المنطقه الجنوبيه احنا محافظه السويداء اللي هي بلد فريد الاطرش واسمهان وفهد بلان الله وبلدي بلد اللي بتطلع المواهب الدرج الحمد لله وفي محافظه تانية اسمها درعا وقنيطره دي النقابه للمجموعه دي للمدن دول فكان النقيب فهد بلان ولسه متعرف عليه جديد وانا يعني لسه عيل فحبني جدا وشاف صوتي فقعد كنت كم سنه بقى بصراحه يا مجد بص الكلام ده يعني 16 سنه انت كنت عندك 16 سنه اول ما فتحوا النقابه تقريبا فكنت معاهم على طول بس الكلام ده في 89 تقريبا كنت في الجامعه انا درست ادب انجليزي جامعه دمشق وكنت في المدينه الجامعيه قاعد في المدينه الجامعيه في اليوم ده بالتحديد نقلت حياتي طبعا ما كنتش عايز اروح يوم خميس ما كنتش عايز اروح على البلد يعني على السويداء في بين دمشق والسويداء 100 كيلو ومن السويداء المدينه بتاعتنا على قريتنا 10 كيلو فاليوم ده بالتحديد فضلوا اخواتي ورايا كانوا معايا في الجامعه طبعا عشان اروح على معاهم قلت لهم مش جاي على بالي وخلاص هقعد تقعد تعمل ايه يوم خميس وجمعه لغايه ما ترجع الناس المدينه الجامعيه فاضيه هتعمل ايه قلت لهم خلاص فضلوا ورايا لغايه ما خدوني غصب عني مش عايز اجي يعني شوفي اليوم ده اللي حول حياتي كلها رحنا وصلنا البيت كانت حوالي يمكن الساعه 6 مساء كده رن تليفون البيت لو تفتكري في الثمانينات اللي كان التليفون المنولة ده فرن فبيقولوا لي اخواتي حد رد بيقول لي ده فهد بلان فرديت اهلا يا عمو طلال كنت اقول له عمو طلال لانه يعني قال لي تجيب عودك وتجي لي على البيت فورا بيته في المحافظه انا في القريه والكلام ده خلاص دخلت الليل بدا الليل قلت خلاص في سهره عنده في اليوم ده وهنروح خدت العود وظبطت شعري كده وكنت رفع العوده كده وحاجه كنت بتلعب عود وانت لسه 16 سنه كنت عواد ماهر برضه يعني انا من سته ابتدائي بعزف عود حلو من قوي. الوالد او مدرسين لا اخويا سعود طبعا في البيت وانطلقت بعدين لوحدي حتى يعني المهم اليوم ده رحت فضلت حوالي ساعه ساعه ونص مستني على المفرق بيسموه او عشان تكون في عربيه طالعه لانه خلاص بعد الساعه 6 يعني صعبه فعندنا مطار حربي في البلد بتطلع العربيات الجيش دي يومها كانت محمله طبعا مجموعه من العساكر اشرت له خدني معاهم طبعا وطلعت معاهم في ورا والريح والهواء طبعا كان شعري متظبط فبقى كله طاير في الهواء المهم وصلت سويداء وخدت المشوار ماشي لغايه بيته لما وصلت بيته فيلا كبيره كده وجراج كبير بصيت
كميه عربيات كلها العربيات الفاخره. ايه اللي كان بيدور في ذهنك في اللحظه دي تحديدا؟ قلت يعني اكيد عنده سهره حد تقيل، ناس تقيله. بس انا ايه اللي جايبني على الجو ده؟ يعني ايه اللي عيل لسه؟ الشيخ سيد مكاوي عيل ومعرفش فيه ايه جوه اساسا. لقيت ايه بقى؟ عربيات مخيفه كلها، البيامات والمرسيدسات والجيبات ومش عارف ايه والحاجات دي. فبصيت كده قلت لا احمل نفسي. انا دخلت بصيت في حاجه عندنا اسمها المضيفه، زي في الصعيد هنا بيسموها الديوانيه. هي مضيفه برضو. ايوه بس مساحه قد الاستوديو او اكبر. بصيت كده في حد كده شايفه بس مش حد يعني مش مصدق. فلفيت بظهري ورجليا مش حاملني ومشيت كم متر كده مع طلعت فهد بلان كاين جوه او مش بجيب حاجه. يا عم انا اسمي معضاد اساسا، الاسم الاصلي معضاد مش مجد. أيوة. اسمي معضاد. يا عم معضاد انت تاخرت ليه ومش عارف ايه. فرجعت مسكني بايدي كده وراح مدخلني. بصيت المكان كله اتزقيت في حضور كبير. حضور كل الفنانين السوريين الكبار. بصيت لهم كده. زي مين بقى؟ احكي لنا اهمهم. اسماء كبيره طبعا وممثلين ومطربين وشعراء ومش عارف ايه. بس اللي لفت انتباهي في النص كده هو سيد مكاوي. ده اللي خلاني ركبي ثابت انه انا جاي اعمل ايه هنا. مش وغنيت قدامه. طب وعملت ايه؟ فضل واخدني لعنده على طول. غنيت ايه؟ اقول لك بس اللحظه دي واقول لك غنيت ايه. لما وصلت لعنده قال له شيخ سيد ده الشاب اللي قلت لك عليه معضاد اللي قلت لك عليه صوت يعني للدرجه دي كان مقتنع بصوتي وانا عيل لسه. وهو يعني مين؟ هو نجم النجوم في ساعتها. فمعضاد ايه ونجم ايه وكلام ايه؟ مش قادر اساسا. سلمت عليه وانا وراح مقعدني جنبه. فاستنينا شويه كلام كده وقال لي بقول لك ايه، انا قايل لي بطلال عن فهد بلان صوتك روعه. سمعته ايه وعايزين نسمع؟ لان خايفين إيه؟ الوقت يمشي وعمالين نقول لك عايزين نسمع. سمعته ايه؟ المشكله لما جيت اسمعه صوتي شرخ وكله نشاز. انت كنت عايز تهرب اصلا. وانا عايز اهرب كله نشاز. فالناس قعدت تبص انه ايه ده اللي جايبينه. لا اكيد مش كده. والله من الرعب. لغايه من والله من الرعب مش قادر. كله نشاز وكله صوتي بيشرخ. و المره دي خلاص بقى اخر حاجه قلت اديها. غمضت عينيا واديها ودي فرصه عمرك. حلو. يعني من ضمنهم كان يا من هواه طبعا. بس كنت اقولهم باشكال تانية. بس اقول لك قالت الا لا تاتي دارنا ان ابانا لرجل غائر. قالت إن بيتنا عالي البنى. قلت لها إنني فوقه طائر. قالت إن البحر بيننا. قالت إن البحر بيننا. قلت لها إنني سابح ماهر. قالت إن لي أخوة سبعة. قلت لها إنني سبع كاسر. يعني ده من ضمن المواويل اللي قلتها. ومن ساعتها قال لي بص أنت لو فضلت هنا مش هتعمل حاجة، لازم تيجي مصر. ده شيخ سيد. وأقنعك الشيخ سيد. أقنعني وليلتها اتغيرت حياتي كلها. لأنه في الليلة دي بالظبط اتغيرت كل حياتي. وجيت بعد شهر. لحد النهارده نقدر نقول عمرك الفني كام سنه عدتهم؟ انا اقدر اقول عمري الفني من لما جيت على مصر سنه 90. انا جيت شهر واحد سنه 90 يعني. وبقالي كده 33 سنه. ما شاء كان الله. عندي سنه واحده ايامها. طيب ليه دايما مش راضي؟ ليه دايما مش راضي؟ لا لسه. لا مش ده. مش راضي لانه انا عندي كتير والحمد لله ربنا اداني موهبه او اداني حاله او حاجه يمكن اتظلمت فيها شويه. يمكن مش عايز اقول انما يعني حصلت لي امور كتير ما خدتش حقي في حاجات كتير قوي ودخلت في حاجات طبعا ماليش دعوه بيها خالص اخرتني كتير وماليش دعوه بيها لا من قريب ولا من بعيد.
فاتظلمت كتير يعني يعني بس ربنا بيعوض. اه ربنا بيعوض اخر البوم بقى باقه ورد وعامل شغل الحمد لله مصري وسوري وكل حاجه الحمد لله طبعا طبعا انا عايز احيي طبعا باقه ورد صلاح عطيه الشاعر هي من الحاني عايز احيي الشعراء والملحنين وليد سالم سيد الشاعر مصطفى البوب باسم منير يعني المشكله بنسى انا اكيد عاملين حاجه روعه بعد عادل سليم طبعا في اغنيه اسمها كلام على العام نازله بكره باذن الله يا استاذ نجد في اختار لنا حاجه معانا في ناس مهما تغيب ولو غابت 100 سنه بترجع كانها كانت موجوده امبارح حضرتك منهم ويكفينا تقديرك لمصر وللشعب المصري اللي قال لك انا اتولدت فنيا لما جيت مصر بالمناسبه بقى الكلام الحلو ده كله نسمع منك حاجه اختار لنا حاجه من باقه ورد او بما انه قلنا بقول لك هقول لك اول اغنيه نجحت فيها طبعا الله اول اغنيه كانت كتير قوي والله دور كتير فعلا ما شاء الله يعني مش بحسد من هنا بدا الهوى من هنا بدا الكلام واللي عطشان ارتوى مننا لحظة غرام من هنا بدأ الهوى من هنا بدأ الكلام من هنا بدأ الهوى من هنا بدأ الكلام واللي عطشان ارتوى مننا لحظة غرام واللي عطشان ارتوى مننا لحظة غرام ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل واللي يعيش من غير هوى حيشوف الويل واللي يعيش من غير هوى حيشوف الويل بقول لك انت بخيل 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 بنستمتع ونبتدي نستمتع والله انا كريم قوي يا مولاي ايه كده يا مجد معروف عندك الكرم طب انت محتاج ايه يعني محتاج واسطة عشان توافق ان انت تمثل مثلا انت لا والله عليك مش كده انا كان عندي غلطة في حياتي غلطة كانت شنيعة طبعا لانه فترة من الفترات وخصوصا بعد غمض عينيك اعتقد مفيش مخرج في مصر ما كلمنيش طيب ومفيش حد ما بعتليش وكله كنت حاطط في بالي هدف بشتغل عليه وما تيسرش غنى وبس مش عايز مش غنى كنت قعدت 3 سنين شغال على مسلسل فريد الأطرش وكان كتبه طبعا الراحل طبعا الدكتور رفيق الصبان كتب لي فيلم الاول فبعدين لما قعدنا انا هو قال لي بقول لك ايه فريد الأطرش شخصية سرية جدا جدا وفي أحداث كتير في حياته فمش هينفع نعملها في فيلم ساعتين تعال نعمله مسلسل نعوضها بقى حاجة الفريد بقى فهقول فقعدت أشتغل على الموضوع ده بس مش عارف مفيش حاجة تيسرت كل ما نوصل ليوم التصوير نبدأ حاجة تحصل يمكن بكرة مين عارف معرفش يا ريت اخرني وسيناريو رفيق الصبان يعني يعني حاجه الموضوع روعة. كان عالي جدا يعني جدا طبعا بجمال وروعة. بس مع كل اسف ما ظبطش نسمع ايه بقى خمنوا كده يا جميل يا جميل يا جميل على حبك بل دليل يا جميل يا جميل يا جميل على حبك بل دليل وانا خايف قلبي ميل يا محير قلبي معاك يا مجرد يا محير قلبي معاك يا مجرد خايف لا روح تهوى تشغلني وتحيرني ملقاش دي رائعة طلع بقى غصب عنك دي رائعة سارة
خساره انه سابق مع مش كلها ارجوك بنغني بنغني بس انت سمعت بس بتطلع عينك بخيله. انا على فكره ايام قبل ما اجيب مي كساب انا كنت عايز منى عبد الغني تغني معايا غمض عينيك لانه ده الصوت طب احنا عاوزين من دلوقتي الجو ده عايزين دويتو ان شاء الله. ما انا عايز عايز منى تغني معايا غمض عينيك. يلا يا منى. لا ورايا لسه. يلا عشان في ناس مستنيينها تاني. طب عشان يبقى حاجه مصري عشان يبقى ختامه مسك بس احنا طبعا بنشكرك جدا الفنان الجميل الرائع مجد القاسم المتجدد دايما اللي احنا مستنيين لسه منه كتير قوي ان شاء الله. صح صح جايه نورتنا وخطوه عزيزه جدا جدا وتتكرر ان شاء الله ونتابع وما تغيبش تاني بقى خالص. ما تغيبش علينا بست ورساله. يا رب انت بتغني الرشدي حلو بتغني حاجات لمصر لو في حاجه اغنيه نقول حاجه معينه اللي انت عايزه يعني. طيب. انا بسند كده معاك انت ضيفنا. غمض عينيك واحلم معايا. عايزه مايك مش هينفع معلش كان لازم نجرب. طيب. بس قول حاجه احنا نسمع حاجه بقى حاجه بقى اختم باللي انت عايزه. اختم باللي طب انا بكل فخر واحد بحب مصر بحب حواريها وكل ما فيها بحب حواريها وكل ما فيها بيوتها شوارعها كنايسها جوامعها وبلاد الكون جمعها عندي مش زي مصر أيوه يا اسكندرية بعشق كرم الشرقوة والبنت المنصورية برقيها ألف رقوة ومقام مولانا الشيخ بحب أهل طنطا منوفية وكفر الشيخ رجالة مش أوانطة والأهرامات في الجيزة شباب نفسه عزيزة سلام للفلاحين والتحية للصعايدة سلام للفلاحين والتحية للصعايدة والبندرية تمن في كل حتة في مصر. مكملين حلقتنا ستات ما عرفوش يكذبوا وصلنا لفقرة المطبخ المايسترو الشيف. يا أهلا يا أهلا. أنا من حسن حظي النهاردة الجميل أني متجمع معايا الثلاث مذيعات الجمال وكل حبيبنا اللي بيتفرجوا علينا وسلم عليهم طبعا في برنامجنا ده نوركو طبعا وفي برنامجنا الجميل ستات ما عرفوش يكذبوا فقرة المطبخ. النهاردة لقيت المخرج الجميل جاي يقول لي أنت هتطبخ إيه؟ قلت له احنا عاملين بقسماط وباتون ساليه وجبنه. قال لي ايوه فين الطبخ؟ قلت له لا انت فين الوكيل؟ احنا مش شاريينهم فهنقدمهم وهناكلهم، لا احنا هنعملهم. ففين وفين بقى؟ فين وفين خالد منسي حبيبنا؟ النهارده عاملين ايه بقى؟ عاملين باتون ساليه وعاملين بقسماط لو حابين، لان في الفتره الاخيره احنا اهتمينا شويه بكل انواع المخبوزات. والنهارده هنعمل جبنه في البيت بلتر حليب. هنعمل حته جبنه حلوه. تقدر اني نوع اصل الجبن دي ريكوتا. يعني تقدر تقولي ريكوتا، تقدر تقولي جبنه اصل كمان في الهند بيتقال عليها بانير. وفي ايطاليا يتقال عليها ريكوتا، وفي بعض الدول العربيه زي بلاد الشام بيعملوها بنفس الطريقه. انا احب ان انتوا تعملوها والمهمه الاكبر هي فكره انكم تبقوا بتاكلوا جبنه طبيعيه من غير الزيوت النباتيه مواد حافظه. كمان انت فكرتني يا محمود في الهند بيحشوا بيها الفراخ اللي هي تشيكن مسالا. أيوة. بيحشوها بالجبنه البانير بالظبط. واحنا مشهورين بنحشي بيها كنافه وبيحشوها عليها عشان نلاقيها. بس هي الفكره كنافه ولا مفيش كنافه؟ النهارده مفيش كنافه. طيب بس هي الحسبه ازاي؟ ان لو كيلو الجبنه الريكوتا كل كيلو لبن كل كيلو لبن بيطلع لنا 300 جرام جبنه. فالنهارده لو انا عندي كيلو لبن مثلا اشتريته ب 16 جنيه او ب 17 جنيه فال 300 جرام واقفين عليها ب 16 جنيه او ب 17 جنيه الحسبه
عشان نوصل لكيلو هتبقى ارخص بكتير ان احنا اغلى بكتير. وانا ضامن ان انا باكل جبنه حقيقيه، فهي دي ده الهدف النهارده. نفس القصه، كيلو دقيقه بيتحول ل 2 كيلو عجينه، فبنعمل منه البقسماط والباتون ساري. هنمشي واحده واحده مع بعض. تحفه، احنا دقناه تحفه بجد. بالهنا والشفا. هنمشي واحده واحده مع بعض النهارده. انا كمان جبت علبتين تونه، لان في مع كريمه التونه او السبريد بتاع التونه ده، ده حاجه من الحاجات الحلوه قوي مع الزيتون والزعتر، وانا احب ان انتوا تجربوها. بصراحه دي بالذات بقى لما تتجاب بره كمان بتبقى غاليه جدا، ويعني فدي بتبقى هننقنق النهارده مع الحاجات المقرمشات اللطيفه اللي احنا عاملينها النهارده. طيب اول حاجه هقولها مقادير الباتون سالي. مقادير الباتون سالي، انا محتاج نص كيلو من الدقيق، والباتون سالي عشان يطلع مظبوط نص كيلو دقيق يبقى على طول مباشره ربع كيلو زبده. نص كيلو دقيق، ربع كيلو زبده اللي هي حوالي كوبايه من الزبده، معلقه كبيره من الخميره الفوريه، ومعلقه سكر، ومعلقه صغيره من الملح. نص كوبايه ميه، طبعا حبه البركه والسمسم والكمون واليانسون دول عشان العجينه. خلاص. طيب ادي المقادير بتاعتنا. انا مش هستخدم العجينه عشان الصوت، هجمع لكم المقادير ومحضر قطعه من العجينه. بنحط ادي الدقيق. احنا ممكن نقرمش البقسماط والباتون ساليه ونغلوش على الصوت عادي على فكره. لا لا، ما انا هجيب لكم شويه دلوقتي. مهندس طارق يعني هيزعل مننا قوي. هجيب لكم. والزبده بتاعتنا تكون مهندس طارق لعلع. صحيح مجد القاسم صوته روعه، بس انت مدلعه. ملعلعه ومدلعه صح. والله جميل. والسكر والخميره والملح. ويبقى احنا كده ايه، خلصنا. احنا بنبتدي في ايه عشان الناس تعرف مقادير؟ انا هقولها تاني. مقادير الباتون سالي. الباتون سالي خلاص. الباتون سالي مقاديره كالاتي: كوبايه زبده، ونص كيلو من الدقيق، معلقه كبيره خميره، معلقتين سكر، ومعلقه صغيره من الملح. دي العجينه بتاعه الباتون سالي، وده بيكون شكلها. خلاص. بنعجن الكلام ده بايدينا كويس جدا، وده بيكون شكل العجينه. اتفقنا؟ اتفقنا. تعالوا نقول مقادير البقسماط قبل ما نبدا نشتغل. مقادير البقسماط، بنحتاج نص كيلو دقيق. المقادير هتنزل على الشاشه حالا. نص كيلو من الدقيق، والبقسماط ما بيتحطلوش زبده خالص. البقسماط بيتحط له نص كوبايه زيت مع كوبايه ميه ومعلقه خميره. طبعا السمسم ده للتزيين، بيتحط للعجينه معلقه سكر ومعلقه ملح. خلاص. بتتغير. طيب. لو حطيت، انا معلش رخمه شويه، لو عملت دقيق بني او بقسماط الغامق اللي احنا بنشتريه، هو ما بتتغيرش المقاييس دي او المقادير دي خالص. كي. اللي عايز يعمل الكلام اللي انا بعمله ده، البقسماط بني، حط نص كيلو دقيق اسمر. خلاص. بس كده. ادي الدقيق، نحط الزيت مع الميه زي ما انتم شايفين. نص كوبايه زيت مع كوبايه ميه. وهل يختلط الزيت بالماء؟ يختلط في العجينه، بره مش هيختلط. وادي معلقه السكر. سؤال مهم. وادي معلقه الملح. وادي معلقه الخميره. يبقى المقادير بتاعتنا كالاتي: نص كيلو دقيق، نص كوبايه زيت، كوبايه ميه، معلقه كبيره من الخميره الفوريه، ومعلقه صغيره من الملح، ومعلقه كبيره من السكر. ده مقادير البقسماط بالزيت. اما مقادير الباتون ساليه: نص كيلو من الدقيق مع كوبايه زبده، نص كوبايه ميه، ونفس المقدار بتاع السكر والخميره، معلقه كبيره خميره ومعلقه صغيره من السكر ورشه من الملح. طيب ايه اللي بيفرق الطعم؟ التظبيطه بتاعه الطعم. وادي شكل العجينه بتاعتنا بتاعه البقسماط، بتتخمر بشكل اكبر لان نسبه الدهون فيها اقل، اللي هو الزيت، وهو ده اللي بيخليها تقرمش، لان احنا بنسيبها تتخمر. احنا الباتون ساليه بناخده على طول نخبزه. احنا بنعمل ايه؟ الباتون ساليه مدكوكه اكتر من بتاعه البقسماط. احنا بصي بقى بنعمل ايه علشان ما انت، انا هوريكي بقى المرحله الحلوه دي. مدكوك طبعا. طبعا. بصي بنعمل ايه، بناخد شويه، ادي الباتون ساليه، ناخد شويه من الكمون، وممكن شويه ينسون صغيرين. وعلى فكره بنشتريه غالي يا محمود جدا، فبصي انت بتوفر جامد. مش الجبنه بس، وحبه سمسم صغيرين، وحبه البركه صغيرين. هو عاده بيبقى في انواع دي موجوده، احنا حطيناهم هنا كلهم على بعض. انا بحب بقى دي احس بكل الطعم، وهوريك الشكل كمان بيبقى حلو. عندي سؤال يا شيف محمود خطره في ذهني. اتفضلي. مع الطلاق كده ممكن اسال بعدين. هحط معلقه ميه بس. خلاص يلا قولي. دايما يقولوا كده في الافلام ورا بعض: باتون سالي بيتي با ساكلامي. ايه الساكلامي؟ يا سلام. جوز الهند كده صح؟ تانية شكلامة. يعني خليني ساكلامي. دي حاجة حقيقية ولا ده في الافلام بس؟ ده يعني انا ما باتون سالي بيتي با ساكلامي. ما حدش سمع الإفيه ده في الافلام؟ لا مش الشكلامة. مش الشكلامة. لا لا.
لا سكلمه سكلمه. طب اكتبي كده دوري. طب ده لون من الالوان شكلها لون هيقول لك بتيبان باتون سالي سكلمان ايه العلاقه. دوري دوري عليه. بصوا بقى هنا دوري وقولي لنا. هدور والله ادي هدور. الكمون مع اليانسون مع لمسه السمسم والموضوع هنا ابتدى نقطة المية جمعتهم كلهم مع بعض. فاحنا هنبدأ نعمل في حاجة اسمها سكلمات. الباتون ساليه زي ما انت شايفين اهو كده ونبدأ نلف الصوابع زي ما انت شايفين بنفس هذه الطريقة. أول ما الصباع بتاع الباتون ساليه بالشكل اللي انت شايفينه ده لو عايزين شكله يبقى حلو تعملوا كده تقطعوا الحتة دي كده وتقطعوا الحتة دي كمان كده اهو ويبقى لكم الصباع بتاعها كده. تيجوا هنا زي ما انتم شايفين ندحرجها لمسه صغيره اهي كده وادي الصباع بتاع. طب لو حد من الجمهور عارف ايه هو السكلمه يبعت على الصفحه الباتون ساليه اتفقنا. وادي هنا كمان نعمل واحده كمان وانا هروح الموضوع سهل وممكن الولاد يشاركوا فيه يوم الاجازه مثلا يقعدوا يعني يوم الاجازه او الصبح صح كده يوم الاجازه يعني الصبح يقوموا يلبسوا بقى يوم الاجازه الصبح صح. بص طلع لون وطلع شايفين وطلع ورد انتاج برضو. والنبي هبه قولي لنا انت سمعتي الجمله دي فين. خلاص يبقى الورد جنب المسرحيه او حاجه بس هو طلع في بخور وطلع لون لون الورد الموف اللي بيسموه موف الليلا ده مش الليلا ده ولا ايه الليلا لو حد عارف بجد. طب تقال فيلم ايه يا جماعه ولا يبقى طوبي شويه إيه؟ اكتر وبس يعني ايه يعني الباتون ساليه والباتيه ومعاه ورد والسكاوكا والوجه الحسن عشان شيك جدا وانا وانت عشان شيك. بصوا بقى الباتون ساليه هخلي ايمان تعمل ايمان داخله الاختبار كام واحده كده اختبار سهل قوي غير اي حاجه ومن غير دقيق وما تجيش في الحته دي خالص الا لما بتطمني ان هي اتبرمت كويس الشكل الاخر وبعدين تروح لافف عليها. طيب هفكركم شيف محمود طلع ايه. قولي السكلما هي احدى انواع النباتات البريه التي تنمو في بلاد الشام باماكن مختلفه. دي حلمه حلم وبتفسره لنا يعني هي سمعته فين والله. وهو اخضر داكن لونه اخضر داكن ايوه وقطره من 2 ل 12 سنتي. ما علينا ما ده مش موضوعنا غيرك مين اللي سال على السكلما غيرك انا يعني ما كنتش هبقى حزين كنت هبقى حزين انا ما اعرفش اعجنه 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 بس حلو اعجنه في سلام بكلوه ايديكي ايوه ايوه برافو برافو كمان كمان بس كده. اول ما تحسي ان هي كبرت منك او تخينه شويه تقومي قسمها نصين ماشي برافو ماشي هي لو ارفع شويه تبقى بس هي كده ممتازه. يلا هي ما بتزيدش في الفرن ولا حاجه يا محمود صح؟ الباتون سليم ما بيزيدش في الفرن ما بيزيدش خالص. ليه ما عملتليش يعني منين يا محمود منين الصيامي اللي بيزيد؟ قلت لك مكلبظه شويه عن التانيه بس حلوة. بس تمام يعني تعالي بقى نعمل حركه كمان بني. حلوه أوكي. من عينيا انا وزيت. لازم اعمل منين لازم اعمل منين انا عايزه بسبوسه في طلبات بسبوسه انت احنا بقينا تجار بسبوسه كنافه بالرغبه كنافه كنافه قلت لك لو هتهدي كل واحده فينا اكله شبهها تهدينا ايه؟ انا الاول كنا بنتكلم على التوابل صحيح اكل شبهها احنا بنتكلم على الاكله اكله شبه كل واحده فينا احنا خد بالك ده كمين اسمع ده كمين وانا لو لازم اركز ايوه انا يوم فاتك انت كده محطوط في اختبار ايوه انا جايه من هناك عشان انصحك لازم اركز. طيب طيب انا هقول لكم حاجه صغيره جدا انا بحط شويه السمسم الحلوين دول مع لمسه صغيره جدا جدا من حبة البركة ونقطة المية اللي احنا متفقين عليها علشان ايه علشان احنا دلوقتي هنعمل البقسماط خلاص ادي الخليط الحلو اهو ونخليهم برضو نفس الموضوع على نفس الفكرة الرخامة جنبنا ونيجي نجيب منديل بس نشيل جيش حد يقول لك ما بدل ما نحط شوية مية ممكن نحط نقطتين زيت زيتون لا بلاش بلاش زيت عمره ما هيساعدك في ان هي تمسك كويس ومش حلو طيب ادي العجينة بتاعتنا قولي واحده من فضلك قولي واحده من فضلك واحدة. لا قولي ايه انت اللي المفروض تقول دلوقتي لو هتهدي كل واحده فينا اكله شبهها ماشي هتعمل لكل واحده فينا ايه افتكر ان انا قلت لك بلاش يا بنتي سيبيه سيبيه ده كمين عظيم هيبقى فيها كوب. طيب مثلا خليني بجد اتخيل بيتي بان لو هعمل سكلامه باتون ساليه لا يعني لو هعمل ليمونه عبد الغني ساندوتش هعمل لها ساندوتش كلاب ساندوتش بال 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 بالصدور الديك الرومي المدخنه براون توست والتوست يبقى براون صح مع احط لها سلايزات من الافوكادو مع الله. هي بتحب الحاجات الجديده ممكن احط لها شرايح مانجا جوه الساندوتش ده هيبقى حلو قوي ما اعرفش باتافيا كده انت اختاري بقى يعني سيبي عنوانك بس ليه بقى شكرا يا محمود ادي اوردر
هبه الاباصيري هعمل لها طبق سلطه رنجه بالطحينه والبصل الاحمر مع كم قرن فلفل حامي، ومش هقول لها ان في فلفل او فتت كوارع، مش هقول لهبه ان في فلفل، هسيبها تاكل وتدي عليا حرشه حرشه حاجه حرشه. وايمان بقى ايمان هعمل لها بس حد دي مش معاكسه، بص صوته لون، ايوه صوتي هيقع في شر اعماله دلوقتي والله العظيم انا شكلي هتضرب لما اروح بسبب كنت الثلاثة. بقول لك هركز ركز وسامي هغير الاكله، انا كنت هقول اكله بس هغيرها. الله انا قلبي عليكي، ركز وعليه. لا غير صوته ايمان هعمل لها، وراح خاف. انا بخاف من ايمان. لا لا ما بخافش. ايه بقى ايه، قول بقى كنت هتقول ايه. لا والله هم الثلاثه طيبه خالص انا يعني مراتك حبيبتنا يعني. يبقى هنا في كلاب ساندوتش، وهنا في طبق رنجه بالطحينه والبصل الاحمر والفلفل الحامي اللي مش هنقول لها هو في ايه الطبق. احنا وقتنا ايه؟ انت عاوز تضيع الوقت. يعني قول يا محمود اشرح. مش هاكل ايمان مش طبق مهلبيه بالمكسرات. والله العظيم انا ما اقدرش اقول كده، انا ما اقدرش اقول كده بالقشطه. ايمان ممكن يبقى، لا هفكر وهقول اخر الحلقه. هفكر كويس واقول اخر الحلقه. بصوا بقى، ميزه الباتون ساليه انه بيتخبز في وقتها، درجه حراره الفرن 180، درجه حراره الفرن انت خايف ليه؟ ثاني بقى الوقت ضاع مننا. درجه حراره الفرن 180 بيقعد لحد ما ياخد لون ذهبي. البقسماط بعد ما نعمله كده ويتغلف بحبات السمسم زي ما انتم شايفين، نسيبه يتخمر لمده نص ساعه عشان يقرمش مننا في الفرن. برضو بندخله في درجه حراره فرن 180 لحد ما يقرمش ويبقى حلو. انا هطلع لكم البقسماط والباتون ساليه علشان يعني يبقى عليه العوض ومنه العوض على اخر الفقره، نلاقيهم خلصوا اهم. ادي اللي هنا الباتون ساليه، وادي اللي هنا البقسماط، وزي ما انتم شايفين ايوه ده بقسماط، ده باتون ساليه، ده انشف بتاعه البقسماط اهي اهو. وانا هسيب بقى الحركات دي. انا عايز الباتون ساليه التكه دي بقى هو كده معمول. طيب مظبوط وتمام قوي. طيب 100 100. احنا بنعمل ايه عشان برضو انتوا وقتنا يبقى لطيف؟ هنقول مقادير التونه بسرعه وبعدين نروح نقول مقادير اللبن. خلاص مقادير التونه مقاديرها كالاتي. احنا بنحتاج علبتين من التونه مع شويه من عصير الليمون وشويه من زيت الزيتون، مكعب زبده صغير، معلقه زعتر اخضر، وقرن فلفل حامي مع شويه زيتون اخضر. خلاص طيب بنعمل كده اهو، نحط علبه التونه بتاعتنا. اي نوع تونه؟ تونه قطع يعني بيبقى حلو قوي، مع شويه من زيت الزيتون تبقى حلوه جدا طبعا. ونحط هنا شويه زيتون اخضر من غير الميه بتاعته، والمعجون ده من الحاجات الحلوه وسريعه في الاكل وتمشي جدا مع الباتون ساليه او البقسماط. ونحط هنا حته الفلفل الاحمر الجميله دي. ما تقوليش ان في فلفل احمر، حته بتدي ريحه حلوه. مع شويه الزعتر، وادي عصير الليمون، وعشان يبقى فيه قوام حلو هنا بنحط مكعب من الزبده، عشان كل ما بردت كل ما شكلها بقى كريمي والقوام بتاعها بقى كريمي وحلو. انا الخليط ده بحبه الحقيقه من غير، مش هنحط سوائل اكتر من كده. لا مفيش، عصير الليمون خلاص اهو اهو كده. شايفين الخليط؟ عشان الصوت والازعاج انا عامل حركه لطيفه جدا. ايه هي؟ يعني تونه وزيتون اخضر وحته فلفل. هقول لك انا المقادير حالا اهو. الاخضر ايه؟ بصي بقى، ادي المقادير بتاعتنا. وانت بتعمل كده علبه تونه، تعالى انت عامل زي العكاز كده ومستخبي هنا بتعمل ايه؟ اهو تونه، عصير ليمون، زيت زيتون، شويه زعتر، وقرن فلفل حامي. مع وقرن فلفل حامي، وعندنا وقت وربنا مبارك. وقرن فلفل حامي مع مكعب زبده وشويه زيت زيتون وعصير ليمون ورشه صغيره جدا من الملح والفلفل. انا بقول ان من اجمل الحاجات اللي تتاكل مع الباتون ساليه والبقسماط اللي انتوا شايفينه ده، اللي انتوا شايفينه هنا ده. انا بعمل كده طبعا، ولو ان انا ما بدخلهاش البيت شايفين، بس بتبقى حلوه حلاوه بطارخ الحراقه. يا سلام على الباتون ساليه، والله حلوه قوي الفكره اللي انت بتعملها، وهو واقف مبسوط كده. عارفين
اللي هو على طول يبقى سهل الاكل. زي ما انتم شايفين الشكل الحلو ده، ويا سلام لو في حاجه خضراء هنا كده على فكره النص. لو جبته جنبي هيبقى الخلفيه لونها احمر. هيحصل يصوروا تايجر وحياتك لا يحصل يصوروا. طيب الاول بقى احنا عشان وقتنا ووقتكم ووقتهم احنا الجبنه محتاجين ان احنا نقول مقاديرها سريعا. هي بحتاج كيلو من اللبن، وبحتاج شوية من الكريمة ربع كوباية كده ولا حاجة. ولو انتوا مش مطمنين المقادير هتنزل على الشاشة، ولو مش مطمنين ان اللبن فيه خير وكويس ممكن تحطوا له معلقتين من اللبن البودر. يبقى اللبن بنحتاج عصير 3 ليمونات، رشة ملح وشوية كريمة، بحتاج زعتر وزيت زيتون وطماطم وخيار. انا عايز اصوره ها، وطماطم وخيار عشان اقدم بيه الطبق. يعني دوقي بس سيبي لي ايه اخد شوت كده. بصوا اللبن هنا ابتدى يغلي، نحط عليه شويه من الكريمه زي ما انتم شايفين. مدي ايدك والنبي ما انت كسفاني. انت كسفتني خلاص يا شيخ. لا ما اقدرش. يعني ده لبن وكريمه، او ده لبن وكريمه؟ ده لبن وشويه كريمه صغيرين. شويه كريمه صغيرين. بصوا بقى عشان نبقى مظبطين كده الريكوتا بتبقى حلوه بتبقى لذيذه. عشان دي مرحلة مهمة لكل الجمال اللي بيتفرجوا عليها. هي ما تتحشي لوحدها يا شيخ محمود، لازم تتحط في حاجة تتحشي بحاجة صح؟ هي ايه؟ الريكوتا. لا ده بيعملها ذات الشيخ، زيت زيتون بقى وزعتر. ده انا هوريكي دلوقتي احلى طبق جبنة بزيت الزعتر وبزيت زيتون. بصوا ادي اللبن. زيت الزيتون والزعتر. زيت الزعتر. انا قلت زيت الزعتر؟ ايوه معلش معلش. طب ارحموني بقى يا جماعة والنبي دقيقة. دقيقة. لا فاضل دقيقة. اللبن أول ما بيغلي بيوصل لدرجة حرارة 74، من 73 ل 74 دي درجة الغليان بتاعته. هي دي الدرجة اللي احنا نقوم حاطين معلقة كبيرة من الملح زي ما انتم شايفين، ونقوم حاطين ربع كوباية من عصير الليمون، ونشيل الـ 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 الكلام ده من على النار. لما نشيله من على النار هنديله تقليبة زي ما انتم شايفين كده، هيبدأ يقطع معانا. أول ما يبدأ يقطع معانا بعد 4 دقايق هتلاقوا الكلام ده بيفصل، بيبقى عندنا هنا زي ما انتم شايفين في الكوباية دي الشرش بتاعها أهو زي ما انتم شايفين. طبعا هصفيه في شاشة وأنا جايب المصفى بتاعتي لما يبرد يعني. ده الشرش. وإيه اللي بيطلع بقى؟ الجمال والحلاوة. آدي الطبق. والله فكرة حلوة يا محمود العظيم ده. بصوا أنا طلعت دول يعني أكتر من نص كيلو الله، طالع من حوالي 2 لتر من اللبن. كل اللي انا بعمله ان انا بزينه تزيينه حلوه بشويه من حبه، كل حاجه مش متخزنه وجميله، حبه البركه مش محفوظه، وشويه من زيت الزيتون اهو شايفين. تسلم ايدك شيف محمود. ما قلتش هتعمل لايمان اكله ايه؟ ايمان يا جماعه بالنسبه لي يعني مش عامل لها اكل، هي بتقول لي شبهني باكل. طب اشمعنى احنا عملت لنا ساندوتش؟ ايمان بالنسبه لي طبق كشري اسكندراني. ايوه مش أيوة. مش مصري، كشري اسكندراني. انت خايف ليه؟ بسيطه اهي في الشتاء. انت خايف ليه قوي؟ وكتر الدقه والورده بقى. شكرا يا شيف محمود. شكرا يا شيف محمود. احلى 3 مذيعات. شكرا يا شيف محمود. شكرا يا منى. شكرا يا منى. ادوق هنصورها بعدين. سلام عليكم. خلصنا حلقتنا النهارده وحلقه خلصت على خير الحمد لله. الحمد لله. بكره ان شاء الله عندنا حلقه جديده. شكرا يا شيخ محمود. نشوفكم على خير بكره ان شاء الله. يومكم هادي ونادي يا رب.